العربية المشاهدين الكرام، نحييكم في الجامعة الإسلامية وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة ومجتمع البحث العلمي في فلسطين في هذا اللقاء المتجدد ضمن البرنامج التدريبي لتطوير قدرات البحث العلمي لطلبة الجامعة الإسلامية. خلال هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا الأخ الدكتور معتز سعد، أستاذ مساعد في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الإسلامية ورئيس مركز التميز والتعليم الإلكتروني في الجامعة. دكتور معتز، خلال هذا اللقاء إن شاء الله رب العالمين سيكون معنا في رحلة من المفاهيم المميزة والتي يحتاجها الطلبة، دعوني أقول يحتاجها الباحثين جميعا في كافة المستويات، من سواء في مراحل مبكرة في البحث العلمي في مرحلة الماجستير والدكتوراه أو حتى الباحثين المتمرسين في البحث العلمي. تتناول المحاضرة مفاهيم لها علاقة بالتعليم المفتوح ولها علاقة أيضا بالمصادر المفتوحة والمصادر متاحة الوصول. دكتور معتز، في هذا اللقاء بيسعدنا أنه نرحب فيك وإن شاء الله يكون لقاء مميز بصحبتك. أهلا وسهلا فيك دكتور. حياكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا على هذا التقديم ويسعد مساكم جميعا، وإن شاء الله راح أكون معاكم في هذا اللقاء اللي بيحكي عن العلم المفتوح والمصادر المفتوحة واللي بتمنى إنه يكون مفيد جدا للطلاب. إن شاء الله رب العالمين. دكتور، إحنا كنا في السنة الحالية في الفصل الأول كان هناك بعض المفاهيم اللي تناولناها في محاضرة لحضرتك أيضا، والصراحة اللي لفت انتباهنا إنه كم المعلومات اللي بيغيب عن الباحثين فيما يتعلق بهذه المفاهيم الـ Open Science. قد يكون هذه المفاهيم عندنا في بين الطلبة وبين الباحثين لحتى هذه اللحظة غير منتشرة بالشكل المطلوب، وهذا بيتهيألي دور المحاضرات التوعوية ودور اللقاءات التدريبية اللي بتقوم فيها العمادة والجامعة والجهد الشخصي لحضرتك صراحة ولمجموعة من الإخوة ضمن فريق عدد من المشاريع في الجامعة اللي تم التنبيه إلى هذه المفاهيم وإلى آلية التعاطي معها وآلية الاستفادة منها. وهان بقى أتذكر المستودع البحثي للجامعة الإسلامية وأنه كيف المستودع البحثي استطاع أنه يغرس هذه المفاهيم لدى جمهور الباحثين في الجامعة. دكتور، كتير متحمسين لهذه المحاضرة والطلبة أكيد راح يكونوا إن شاء الله منتظرين مجموعة من الفوائد والخبرات اللي حضرتك تقولها لهم. المايك معك دكتور، ومرة جديد مرة نؤكد على ترحيبنا بحضرتك، تفضل دكتور. حياكم الله جميعا وشكرا جزيلا لكم. وانا يعني بحب انه يعني قبل ما ابدا انه بالتاكيد اشكر عمادة الدراسات قولي العليا وجهودكم جميعا شخصيا. عليهم شغل قاعد تعال نروح على البلاي. دكتور بس طالق قاعده قبل ما دكتور بامكانك تعمل الان ان ميوت. اوكي تمام. في الحقيقة إنه أنا حابب إن أنا أشكركم جميعا، يعني على وجه الخصوص عمادة الدراسات العليا بجميع طاقمها، من يعني على جهودهم الرائعة في إتاحة هذه المصادر والمعلومات لطلاب الدراسة العليا، واللي جهودها يعني فعلا إنه هي بادية وواضحة في هذا الإطار. أوكي نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على مفهوم العلم المفتوح والمصادر المفتوحة. طبعا حابب أنوه إنه هذه السلايدز إنه اللايسنس تبعها او الرخصه تبعتها انه يعني متوفره تحت الكرياتيف كومون لايسنس، مثل الدوكيومنتس او المصادر اللي انا استعنت فيها لاعداد هذه السلايدز، اللي جزء منها من عند الدكتوره راويه عوض الله واللي مشكوره على جهودها، وكذلك من مصدر ثاني اللي هو
كريستيان أولز. هو في الحقيقة شخص بيشتغل في البزنس ومهتم يعني بمفهوم الأوبن سورس واستخدامه في البزنس، وبدي أحاول إن شاء الله في محاضرة اليوم إنه نغير المفاهيم المتعلقة في استخدام الأوبن سورس في البزنس والدراسة والأبحاث، ونشوف كيف إنه بيسرع المواد يعني بيسرع التطور بشكل كبير. أوكي، يعني خلينا نبدأ بتعريف بسيط إنه يعني كأوبن ساينس. في الحقيقة الأوبن ساينس هو عبارة عن يعني نشر المعرفة العلمية على نطاق واسع بشكل مجاني لكل الناس وجعلها متاحة على الإنترنت. طبعاً هذا تعريف مبسط ويعني مباشر للموضوع. ممكن أن احنا نعتبرها أنه هي عبارة عن حركة وكذلك ممارسة بتخلي البحث العلمي متاح ويعني النشر تبعه أنه متاح الوصول للجميع، وبيساهم في تعاون الباحثين في إنتاج المعرفة، والمعرفة هي هذه الشغلة اللي احنا حابين أنه احنا نشاركها وتكون إنه هي مفيدة للجميع. طبعاً بدنا نتطرق لمفهوم الساينس تو. الساينس تو زي مفهوم يعني خلينا نحكي إنه هو زي مفهوم الويب تو. مفهوم الويب تو ببساطة شديدة إنه المستخدم بحد ذاته هو صار يعمل مشاركة للمعرفة. يعني هو صار بحد ذاته انه يعني انه بيقدر انه هو يعمل ادخال للبيانات او للكونتنت للمحتوى بشكل اساسي، وبيتم مشاركته من خلال شبكات اجتماعية بهذا الشكل. تمام، فمفهوم هذا المفهوم اللي هو ساينس تو انه تواجده على الشبكات الاجتماعية زي شبكات متوفرة حاليا زي الريسيرش جيت او المستودعات البحثية، انه بتصير انه بتعطي لك مؤشرات انه قديش هذا البحث انه تم عمل تنزيل لإله، قديش عمل مشاركة لإله، قديش صار إله citation بهذا الشكل. ومفهوم الأوبن ساينس هو اللي بيعززه هذا المفهوم سويا. طبعا لو احنا صنفنا العلم المفتوح مش بس في الريسيرش articles، يعني الأوبن ساينس بيشمل أشياء عديدة، منها أنه مفهوم الأوبن أكسس في حد ذاته هو ممكن نعتبره أنه يعني شغلة فرعية من الأوبن ساينس، كذلك الأوبن ديتا البيانات نفسها في حد ذاتها. وهنا أنا حابب يعني أن أوضح أنه كيف الأوبن ديتا هي بتساهم في تسريع عجلة البحث العلمي. يعني على سبيل المثال لنفترض أنه باحث معين جمع بيانات، لنفترض جمع بيانات من وادي غزة وقام بدراسة بيئية بحثية عن الحياة البرية اللي موجودة في وادي غزة. فالآن هذه البيانات اللي هو جمعها لو انتركت، فبالتالي إنه نقدر نعتبر إنه البحث هذا ميت، لأنه البيانات المرتبطة فيه مش راح يقدر باحث ثاني إنه هو يستخدمها ويكمل على هذه البيانات، لأنه قد يكون إنه الباحث الأول هو درس الحياة البرية من ناحية معينة وجمع البيانات، لكن في باحث تاني حابب انه هو يدرس من جانب تاني او يستفيد منها في مجال اخر. فبالتالي الاوبن ديتا لو البيانات هذه صارت متوفرة ومتاحة للباحثين الاخرين، هذا بيسرع عجلة البحث بشكل سريع جدا. عدم وجودها بيسبب في بطء عجلة البحث. ليش؟ لانه بده يضطر الباحث التاني في تجميع البيانات من الصفر من أول وجديد عشان إنه هو يقدر إنه يعمل البحث هذا. فبالتالي ليش إنه إحنا الجهود هذه إنه تضيع سدى من الباحث الأول؟ فبالتالي إنه توفير البيانات كذلك هذا جزء مهم في الأمر. كذلك هنا الأوبن ريبروديوسابل ريسيرش كذلك كمفهوم كتير مهم. الريبروديوسابل ريسيرش انه يكون في عنا إمكانية انه مثلا باحث معين عمل تجربة معينة او دراسة معينة، انه الإجراءات هذه او الطريقة اللي هو عملها او البروسيجر هذه تكون كلها اوبن، بحيث انه يجي باحث ثاني ممكن انه هو يكرر التجربة تبعته بغرض المقارنة على بيانات اخرى. فبالتالي هذه
كذلك يعني مفهوم فرعي في الأوبن ساينس مهم جدا يعني، فإحنا حكينا عن على مفهوم الأوبن أكسس في حد ذاته، الأوبن ديتا تمام، كذلك على مفهوم إنه الأوبن ريسيرش ريبروديوسبل ريسيرش، إنه يكون أنا عندي الإمكانية أنا كباحث إنه إجراء أو تكرار تجارب عملها باحثين آخرين، بس بدي أجربها على بيانات تانية أو على منطقة تانية بحيث إنه بغرض المقارنة تمام. كذلك موضوع الإيفاليويشن والبوليسيز والسياسات العامة في الأوبن ساينس، هذه كلها تعتبر مواضيع فرعية في الأوبن ساينس، بيتفرع فيها زي ما تشايفين على الشاشة مواضيع فرعية كتير. فبالتالي انه يعني اختصارا يعني هاي المفاهيم الاساسيه في الاوبن ساينس والتصنيفات اللي موجوده فيها. بدنا نرجع نركز على البيانات، البيانات انه فيها يعني بدي احكي على مفهوم الفير، الفير اللي هو انه تكون البيانات انا عندي فايندبل تمام، و واكسسبل تمام، وانتروبرابل وريوزابل تمام. الان انه فايندبل انه تكون موجوده على الانترنت بطريقه انه الباحثين الاخرين ممكن يجدوها بسهوله، والاساس في هذا الشيء انه هي اصلا الاصل تبعها انه هي توجد في مستودع رقمي، وطبعا يعني نحن بنفتخر في الجامعة إن إحنا في عنا مستودع رقمي كان ناتج من مشروع رومر مع الاتحاد الأوروبي، وهذا المستودع ممكن إنه يتم مشاركة البيانات فيه اللي جمعها الباحثين، فبالتالي إنه إيداع البيانات في مستودع بيخليها إنه هي فايندبل، ممكن إنه أي حدا يوجدها على الإنترنت. أوكي أنا وجدتها على الإنترنت، لازم إنه تكون في عندي آلية إنه أنا تكون أقدر أعملها أكسس من خلال ريفرنس معين اللي هو الدوي على سبيل المثال، يعني هذه واحدة من الأساليب، وأنه تكون الفورمات تبعتها أنه هي ستاندرد، أنه أنا أقدر أنه أنا أستفيد منها وأقدر أنه أنا أتعامل معها تمام. انتروبيرابل معنى ذلك أنه أنا بقدر أنه أنا أشغلها في تجربة أخرى أو أنه أستخدمها في دراسة أخرى تمام، وأقدر أنه أعمل إعادة استخدام لهذه البيانات بطريقة ما. فهذه أنه مفهوم الفير في الديتا. طبعا طلاب الدراسات العليا بيتساءلوا بشكل كبير انه اوكي انه انا بدي اعمل دراسه، شو الموضوع اللي انا ممكن اعمله؟ يعني هل انا بدي اجمع بيانات من اول وجديد، ولا هل في باحث ثاني سابقا انه هو جمع بيانات في هذا الاطار؟ فبالتالي هذا المفهوم كثير مهم جدا انه هم يكونوا في عندهم وعي في هذا المفهوم في عمل الدراسات. اوكي طيب، كذلك عندنا من ضمن الأدلة المصادر المفتوحة في عندنا الدواج اللي هو Directory Open Access Journal، Directory of Open Access Journals. الOpen Access Journals هي المجلات المفتوحة الوصول، المجلات العلمية المقصود فيها، هي عبارة عن أوعية للنشر ممكن إنه يتم نشر فيها المقالات العلمية والأبحاث العلمية، فبالتالي إنه هذا عبارة عن دليل لكل المجلات المفتوحة المصدر في العالم. وبالمناسبة إنه هذه بتحتوي على مجلات عربية مفتوحة الوصول، وطبعاً إنه إدراج أي مجلة ضمن هذه المنصة ضمن منصة الدواج بيحتاج لمعايير إنه المجلة هذه إنه هي تطبقها عشان يتم إدراجها في هذا الدليل. فبالتالي إنه نوعاً ما ممكن نعتبر إنه المجلات اللي موجودة هنا إنه نوعيتها إنه كجودة إنه جودتها ممتازة. أنا حابب أنوه للطلاب الدراسات العليا إنه هاي هذا الدليل بيحتوي كذلك على مجلات عربية، فممكن إنه نفتح هذا الدليل مع بعض. دواج بشكل سريع. تمام،
في الدواج هذا لو أنا عملت يعني بدي كل الأبحاث المتعلقة بالتربية على سبيل المثال من تربية الطفل أو أي نوع من التربية، فبعمل سيرش بهذا الشكل، فبالتالي هنا الأحكام الفقهية للمولود في الأسبوع الأول. طبعا هاي التايتل انه هو متوفر، يعني هاي مجله التربيه والعلم، انه هذه اسم المجله بالانجليزي بالعربي عفوا، ولكن انه المقال منشور بالانجليزي، فبالتالي انه بيحتوي على يعني مقالات انه باللغه العربيه، هي متاح انه هذا الابستراكت بالانجليزيه، وحتلاقي انه هاي الاوثر، وحتلاقي انه شو هي هاي المجله، وانه كيف انه انا ممكن اعملها اكسس هذه المجله موجوده في العراق. اوكي تمام. وهنا the language of the full text متوفرة بالانجليزية ومتوفرة كذلك بالعربية، فبالتالي انه هاي اللي انا بدي اوصل له، انه بغض النظر عن التخصص تبعك، اكيد لو انت حابب انه انت توجد مصادر سواء كانت المصادر هذه بالعربية او بالانجليزية، فممكن انت تجمع related works تبعتك من خلال the directory of open access journals. هو فعليا ببحث في كل المقالات المنشورة في هذه المجلات، هاي اللي بدنا نفهمه في هذا الإطار. أوكي. كذلك من ضمن المصادر اللي موجودة عندنا كذلك اللي هو المستودعات المفتوحة الوصول أو الأوبن دوار. هو فعليا أنت لو فتحت الموقع تبع المكتبة المركزية في هذا المكان، راح توجد عندنا هنا انه كتب رقميه مفتوحه الوصول، هنا المستودعات الرقميه في الوطن العربي. يعني هذا الاوبن دوار هو عباره عن مستودع او عفوا دليل للمستودعات الرقميه المفتوحه الوصول، فبالتالي ممكن ادور في الابحاث المنشوره في كل المستودعات هذه. تمام. طبعا المستودعات هذه في إلها ممكن هنا من خلال البراوز انه انا اعملها يعني اصلها انه حسب المنطقه الجغرافيه او حسب البلد، فبالتالي لو انا انترستد او مهتم انه استعرض مستودع معين موجود في منطقه معينه ممكن انه اصله. طبعا هو في الغالب انه المصادر او الابحاث باللغه الانجليزيه ما في صعوبه انه انا اوجدها على جوجل سكولر، هو اغلب الباحثين في الكليات العلميه انه بيتجهوا للجوجل سكولر في البحث على هاي الشغلات، لكن الانسانيات ممكن يستخدموا هذا الدليل، فعشان هيك احنا في المكتبه المركزيه عملنا انه دليل المستودعات الرقميه للابحاث في الوطن العربي. فعندنا في فلسطين في عندنا 4 مستودعات، عفوا في عندنا حوالي 7 أو 8 مستودعات، ومنها مستودع الجامعة الإسلامية IOG Space، وفي عندنا في العراق في مستودع الكويت، مستودع لبنان، مستودع العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، عدة مستودعات الجزائر وهكذا. فالآن البحث في هذه المستودعات أو البحث في الدوار نفسه بيتيح لي إنه يبحث لي في كل المقالات المنشورة في 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 كل هاي المستودعات، وبالتالي ممكن انا اوجد اعمال ذات علاقه للمشكله البحثيه اللي انا بدي احاول انه انا احلها بسهوله جدا من خلال هذه الادله. تمام. كذلك في عندنا دليل الكتب المفتوحه الوصول دواب Directory of Open Access Books. طبعا هاي الادله كلها زي ما ذكرت انه انا احنا حطينا هنا في المكتبه المركزيه، ممكن من موقع المكتبه المركزيه library.iogaza.edu.bs حتلاقي في رابط للمستودع الرقمي IOG Space، وحتلاقي انه رابط للمستودعات الرقميه في الوطن العربي، كتب رقميه مفتوحه الوصول اللي هو مستودع او الدواج، عفوا الدواب. اوكي. هذه الكتب الرقمية المفتوحة الوصول اللي هي كتب في منها في من ضمنها كتب عربية حرة، تمام، وفي من ضمنها الدواب اللي احنا ذكرناها، فبالتالي عنا في المكتبة المركزية كل هذه المصادر للكتب المفتوحة المصدر اللي أنا ممكن أن أنزلها. فلو أنه أنا بس أنه أعطيكم نظرة بشكل سريع هنا على هاي، فبالتالي انه يعني هذه كتب حرة كلها تحت يعني مفتوحة الوصول، انه انا ممكن اصلها بشكل مجاني. اوكي.
تمام اوكي. الان لو انا بدي يعني احكي في موضوع النشر، انه انا انتجت بحث علمي تمام، وانه انا بدي اجي انشر في مجله، اختار انشر في مجله انه مفتوحه الوصول ولا انشر في مجله ثانيه. فبالتالي هنا في هذه السلايد انا بحاول اشرح ايش هي انواع نشر مفتوح الوصول. في عندي نسخة ما قبل الطباعة، في عندي نسخة ما بعد الطباعة، في عندي نسخة السجل version of record تمام. فكل هذه الأنواع إنه أنا ممكن إنه يعني الباحث إنه هو لما يجي يختار، يعني بالمناسبة أنا يعني حرسلكم هذه السلايد بحيث إنه أنتم تطلعوا عليها وتختاروا النوع المناسب لكم، يعني في يعني عند النشر تمام. يعني هذه مقارنة بين النشر المفتوح الأخضر والنشر المفتوح الذهبي. هو كله عبارة عن نشر مفتوح، لكن في منه نوعين، في منه أخضر ذهبي وفي منه أخضر وفي منه ذهبي. وهاي إنه يعني في بعض الفروقات فيها، إنه في إتاحة المادة العلمية أنه تكون فوراً أو بعد فترة معينة زي هيك. الآن بغض النظر عن إيش هي أنواع النشر المفتوح، بدنا نحكي إنه إيش هي فوائد النشر المفتوح. فعلياً فوائد النشر المفتوح إنه تعطيني زيادة وصول الجمهور باختلاف فئاتهم واستهداف فئات جديدة. لأنه لما إذا كان هو مفتوح الوصول، فبالتالي إنه هو متاح للجميع، فبالتالي بيصل لقاعدة أكثر من الباحثين والجمهور، وهذا بيؤدي إنه زيادة معدلات الاستشهاد المرجعية، إنه بيستخدموا مرجعي أو البحث تبعي كمرجع في هذا الإطار. كذلك هذا بيساهم في تداول البحوث عالمياً وترجمتها للغات مختلفة، وبتعمل فائدة أكثر في هذا الإطار. وكذلك من ضمن الفوائد اللي هي امتثال لسياسات الهيئات البحثية الممولة واللي بتشترط نشر البحوث بصورة مفتوحة. فأكيد يعني بطبيعة الحال إنه في أغلب البحوث الممولة إنه بتكون بهمها إنه تعم الفائدة في هذا البحث بشكل كبير. أوكي. طيب الآن يعني قبل ما نعرف يعني مفهوم الأوبن سورس اللي بيندرج من تحتيه اللي هو الرخص تبعت الأوبن أكسس بأنواعه المختلفة، الجرين والجولد وكل هاي الشغلات، إنه إيش هي الرخصة تبعتها؟ هذا هو السؤال اللي بيطرح نفسه، إنه إيش هي الرخص تبعتها؟ هل في أنواع مختلفة من الرخص لهاي الشغلات ولا لا؟ طبعا قبل هذا الكلام بدنا يعني نطرح تساؤل، انه هل انت منفتح للاعمال او للبزنس؟ طبعا اكيد بطبيعه الحال انت يعني بتدرس عشان انه انت تحسن موقعك او تحسن يعني شغلك. فبالتالي هل انت يعني منفتح انه اطرح عليك نموذج جديد للبزنس في القرن 21؟ خلينا نشوف. أوكي. الآن بدي أحكي لك معلومات ممكن أنه هي تفاجئك لأول مرة. في الحقيقة شركة تسلا قامت بفتح براءات الاختراعات لأي شركة مصنعة للسيارات الكهربائية. ليش شركة تسلا قامت بهذا العمل؟ طبعا شركة تسلا اللي ما بيعرف أنه هي من الشركات اللي بتصنع سيارات كهربائية بتمشي على الطاقة الكهربائية. واللي سوته انه هي يعني عملت ابحاث مكثفه عشان تطور نظام المحرك وتطور نظام البطاريه بحيث انه هو يعني انه يكون بيحتوي على عده مزايا، منها المحافظه على البيئه، ومنها يعني في اعاده التدوير انا اقصد، ومنه انه هي تبقى لفتره طويله في التفريغ واعاده الشحن. فبالتالي ليش تسلا انه ممكن انه التقنيات هذه انه هي تفتحها لشركات أخرى وتتيحها لشركات أخرى بتصنع يعني سيارات كهربائية، مع أنه هذا منافي للشغلات التقليدية اللي احنا بنعرفها، أنه أنت في عندك سر المهنة خلص بدك تحافظ عليه عشان موضوع المنافسة. مش بس تسلا اللي عملت هذا الكلام، شركة تويوتا
طبعا عندها براءة اختراع لمحرك بتقنية الهيدروجين أتاحته للجميع في عام 2015 تمام. وعملت الهيدروجين سوسيتي اللي بيساهم في تطوير هاي التقنية بشكل جماعي. ليش تويوتا بتعمل هذا الكلام؟ طيب هذا الكلام في مجال تصنيع السيارات. طيب ننتقل لنظام تاني أو مجال تاني. شركة جوجل، شركة جوجل بالمناسبة هي بتتيح نظام الأندرويد مجانا لكل مصنعي الهواتف الذكية. إيش في عندي مصنعي هواتف ذكية؟ في عندي شركات عديدة، شركة LG، سامسونج، جاومي، هواوي، كل الشركات هذه إنه هي بتستخدم نظام الأندرويد بشكل مجاني. فالآن ليش هاي ليش جوجل إنه هي بتتيح نظام الأندرويد بشكل مجاني؟ يعني شو بتستفيد جوجل من هاي الشغلة؟ أوكي طيب، الآن نسيبنا شوية من التكنولوجي ونروح على تكنولوجي في مجال مختلف اللي هو في مجال الشركات المصنعة للأدوية، للمركبات الكيميائية والأدوية. أوكي طبعا في شركة جي اس كي تمام، وشركة نوفارتيسي قامت بإتاحة أكثر من 300,000، قدمت للاستخدام العام أكثر من 300,000 من التركيبات الكيميائية لأدوية الملاريا الجديدة. ليش هاي الشيء؟ يعني عادة لو احنا بنطلع انه الشركات المصنعة للأدوية روح المنافسة لإلها انه هي التركيبة الكيميائية للدواء، انه هي بتحافظ عليه كسر مهنة عشان الشركات المنافسة، وبتصير انه حرب منافسة بين الشركات مين يصل للتركيبة اكثر تقدم اول. فبالتالي هاي مجال جديد من المجالات انه هو كذلك انه صار متاح. كذلك ننتقل لعالم البرمجيات، الوورد بريس. ليش الوورد بريس بتوزع برمجياتها مجانيا؟ بطبيعة الحال اللي ما بيعرف الوورد بريس هو عبارة عن نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر. المقصود بنظام إدارة محتوى إنه أنا بدي ممكن من خلاله أعمل ويب سايت بشكل سريع جدا جدا. يعني للي ما بيعرف انه انا لما بدي اعمل ويب سايت الان، انه انا اطلب من مبرمج انه هو يعمل لي ويب سايت من الصفر، هذا العهد انتهى خلاص. ليش؟ لانه انا في عندي انظمه موجوده حاليا تمام، وممكن انه انا استخدمها في 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 هذا في هذا الاطار، يعني انظمه جاهزه تمام. فمن ضمن هاي انظمه اداره المحتوى الووردبريس. ففعليا الووردبريس عامل نظام اداره محتوى ممكن من خلاله اطور ويب سايت بشكل سريع جدا جدا، لانه انا بصير بركز على المحتوى وبصير انه انا برتب المحتويات هذه انه وين تكون موجوده، وبركز على المظهر الثيم او الشكل العام للويب سايت، وبريح راسي من موضوع البرمجه. فبالتالي ليش الووردبريس اتاحت النظام تبعها بشكل مجاني للجميع؟ هاي الشغلات، يعني هاي الأسئلة، يعني فعلا إنه هي محيرة. يعني هل فعلا إنه كلهم أصابهم الجنون؟ يعني هل مستغنين عن البزنس تبعهم؟ إيش اللي بيصير قاعد بالضبط؟ عشان نفهم القصة أكثر بدنا نفهم عن موضوع الحقوق الملكية الفكرية. إيش الحقوق الملكية الفكرية؟ اللي هي الكوبي رايت، هي عبارة عن حقوق حصرية للمؤلف في استخدام وتوزيع عمله الأصلي. أنا في عندي فكرة معينة تمام، عملت نظام جديد للبطاريات، فبالتالي إنه خلاص إنه هذا عبارة عن حقوق للنشر، إنه يعني هذا العمل الخاص فيه تمام. فبالتالي إنه يعني هذه الحقوق بتحفظ حقي كمؤلف. طبعا هذه الحقوق إيش بتشمل؟ بتشمل عدة شغلات، بتشمل نص، بلان، خطة. طبعا أنا بحكي خطط لمشاريع، يعني خطط تطوير لمنتجات ومشاريع، يعني للصور، للصوت، للفيديو، إلى آخره من المصادر اللي بتعطى إلها. يعني أنا مثلا على سبيل المثال ألفت كتاب،
اللي بده يستفيد من هذا الكتاب ماديا هو أنا كمؤلف، طبعا بالاتفاق مع دار نشر، ممنوع أي حدا يستفيد ماديا خلال من هذا الكتاب بتصويره أو إعادة نسخه بطريقة ما إلا من خلال دار النشر اللي أنا تعاقدت معها أنه هي تنشر الكتاب، واللي هي أصلا تأخذ نسبة في الموضوع، فبالتالي هذه هي حقوق النشر. نيجي لموضوع مختلف، موضوع مختلف اللي هو براءات الاختراع. براءات الاختراع عادة أنه هي عبارة عن حقوق حصرية بتمنحها الدولة. هنا بنركز على موضوع أنه الدولة، أنه أنا بدي أروح على الدولة اللي أنا موجود فيها، بأنه بالمناسبة يعني عدد الدول اللي بتمنح براءات الاختراع عددها 200 دولة في العالم، فبالتالي أنه بتعطيني الحقوق الحصرية للمخترع، أنه أنا اخترعت شغلة معينة، اخترعت آلة معينة، اخترعت قلم سحري، اخترعت أي حاجة، فبتعطيني الحقوق الحصرية للاستفادة من هذا الاختراع لفترة محدودة من الزمن. تمام؟ طبعا ليش بتعطيني الحق هذا؟ لأنه يعني أنا كمخترع أنه أنا بيكون في عندي تخوف من استقلال هذه الشغلة، فبالتالي أنه بتعطيني هذا الحق، هذه الدوكيمنت. تمام؟ مقابل الكشف العلني عن هذا الاختراع. أوكي، إحنا كشفنا عنه علنيا، ولكن إنه ما حدا بيقدر إنه هو يستفيد من هذا الاختراع إلا إنه يدفع لي. تمام؟ فهذا موضوع براءات الاختراع. العلامة التجارية، طبعا العلامة التجارية إنه هي عبارة عن حقوق حصرية أو علامة أو تصميم أو تعبير يمكن التعرف عليه يعني متعلق بمنظمة أو منتج. يعني إنه أنا يعني أنا أوكي، أنا في عندي هاتف ذكي، في عندي هاتف ذكي تاني، شو بيميز هذا الهاتف الذكي عن هذا الهاتف الذكي؟ كل واحد من شركة مختلفة، بالتالي كل شركة في لها علامة تجارية مختلفة. تمام. الآن بدنا نيجي لتحول النموذج. النموذج التقليدي على إيش بيعتمد؟ على حقوق الملكية الفكرية. تمام؟ وعلى براءات الاختراع. أوكي؟ الآن بدنا نيجي لتحول في النموذج. تحول للنموذج بحيث أنه هو يكون مفتوح المصدر. خلينا نعمل حسابات بسيطة جدا. الحسابات هذه أنه 1+1=2. أنه على سبيل المثال لو أنا في عندي قلم وأنت في عندك قلم وأنا أديتك القلم تبعك وأنت أديتني القلم تبعك، كل واحد في النهاية في عنده نفس القلم، قلم واحد. تمام؟ لكن لو أنا عندي فكرة ومعرفة وأنت عندك فكرة ومعرفة، وأنا أديتك الفكرة والمعرفة اللي عندي وأنت أديتني الفكرة والمعرفة اللي عندي، إيش صار في المحصلة؟ صار في المحصلة إنه أنا المعرفة أصار في عندي فكرتين والمعرفة تبعتي تضاعفت. يعني خلينا نقارن هذه الشغلة بالأول، إنه يكون في عندي إنه قلم واحد وتبدلناهم، خلاص في النهاية كل واحد في النهاية عنده قلم واحد، لكن إذا صار في تبادل للأفكار والمعرفة في المحصل بيكون في عندي فكرتين والمعرفة تبعتي تضاعفت. فهاي إنه إحنا هاي التغيير في التفكير. أوكي؟ فبالتالي الاهتمام المشترك للمجتمع هو البناء حول المعرفة أو الاقتصاد knowledge economy. تمام؟ واللي إحنا ممكن إنه نعملها مشاركة بحرية، هاي بيت القصيد، إنه إحنا بدنا نبني الاقتصاد تبعنا على شغلات ممكن إنه إحنا نشاركها مع بعض وبحرية. طبعا بدنا نوضع قانون لهذه الشغلات، لأنه كل القوانين اللي إحنا ذكرناها سابقا من براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية بتقيد هذا الإشي. لا، إحنا بدنا شغلات يعني إنه إحنا ممكن إنه إحنا نشاركها بحرية حيث إنه نبني المجتمع ونبني اقتصاد المجتمع على هذا الأساس. تمام. طيب أنا يعني كل إنسان في عنده معرفة، طب لو شاركت المعرفة اللي موجودة عندي مجانا وصرت أحكي أي حدا ممكن يستخدم المعرفة تبعتي مجانا، تمام؟ أو ممكن إنه هو يعني يعملها توزيع بشكل مجاني، وممكن أي حدا يدرسها كذلك إنه بشكل مجاني وبشكل حر، وكذلك التعديلات عليها إنه هي مجانية. يعني أنا أقرب لك على هذا الموضوع، أقرب لك الموضوع هذا إنه على سبيل المثال إنه أنا عندي كتاب، الكتاب هذا رحت أتحته للجميع بشكل مجاني، أنت ممكن تستخدمه، ما في داعي إنه أنت تشتريه، إنه أنت ممكن تحصل عليه من الإنترنت بشكل مجاني.
ومش بس هيك ممكن انه انت توزعه بشكل مجاني، وممكن انه انت يعني تدرسه وتقرأ الكتاب هذا براحتك، واذا حبيت ممكن انه انت تعدل على هذا الكتاب. شو رأيك في هذا الكلام؟ هذا بيتعارض مع مصلحتي ولا؟ خلينا نشوف. انت حتصير تقول انه لا 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 لا، انا يعني الكتاب اللي انا ألفته وضليتني انه سهرت ليالي وانا اكتب في صفحاته، بدك انه يعني خليه متاح زي هيك بدون ما استفيد منه ويوزعوه كمان بشكل مجاني، ومش هيك وبس، انه ممكن يعدلوه ويعيدوا نشره يعني. طيب كيف بدي؟ لا لا، انا بدي ارجع للنظام القديم، نظام الأوبن هذا أنا ما بدي إياه، مش مناسب لإلي. أنا بدي أرجع للنظام القديم، النظام القديم اللي هو حقوق المؤلف، تمام، الكوبي رايت، وموضوع البيتنتس، البراءات الاختراع. أنا هذا اللي بحفظ لحقوقي، صح؟ هتقول زي هيك. بدي أقول لك لا، استنى علي شوية، استنى علي شوية، بدي أوصل لك الفكرة أكتر. بدنا نعمل قانون بيشجع المبدعين على مشاركة أعمالهم وبيحميهم، عشان إنه إحنا نحل التناقض. احنا فهمنا انه احنا بدنا نبني اقتصاد مبني على المعرفة اللي ممكن نشاركها بشكل مجاني وحر، وفي نفس الوقت بدنا نحمي يعني هذه الشغلات بتتعارض مع حقوق الملكية الفكرية وبضيع كل جهدي سدى. فبالتالي احنا محتاجين لقانون جديد بيشجع المبدعين على مشاركة اعمالهم وبيحميهم بنفس الوقت، تمام؟ يبقى الملخص لغاية الان انه اهتمام المجتمع بيركز على مشاركة الأعمال بحرية المعرفة، تمام؟ وفي نفس الوقت إنه ما في حدا حيتخلى عن عمله بالمجان بدون ما يكون في له حقوق. هدول الشغلتين بتعارضوا مع بعض. إيش الحل إلهم؟ الحل إلهم إنه أنا بدي أقترح ثلاث خطوات لحل التناقض. أول حاجة بدنا نفرض حقوق، بدي أحدد إيش هي الحريات اللي ممكن انه الاخرين انه هم يعملوها، تمام؟ وهنا بدي اعمل تعيين للظروف الفيروسيه انه كيفيه النشر والانتشار، هاي الشغلات واللي هي احنا برضو موضوعنا اليوم عمليه النشر، اوكي؟ يعني كيفيه النشر والانتشار هي معناها الظروف الفيروسيه، لانه الفيروس بالمناسبه بينتشر بسرعه يعني. اوكي، خلينا نتعرض لهم واحده واحده. اول حاجه عفواً. أول حاجة بدنا نيجي لمفهوم فرض الحقوق. بدنا نعمل حقوق بتقوم يعني حقوق نشر بتقوم تلقائياً بتقييد جميع استخدامات الشغل تبعي لأي شخص، تمام؟ في 200 دولة. وحتى بعد وفاتي بخمسين عام، تمام؟ هذا حقوق النشر اللي بتسويه. حقوق النشر شو بتعمل؟ انه فعليا ايش بتسوي؟ بتقيد الاستخدام لشغلي للدول اللي بترعى حقوق الملكية الفكرية وعددها 200 دولة في العالم، تمام؟ حاليا لغاية 200 لغاية 50 سنة من بعد وفاتي، تمام؟ فبالتالي هذا حق حصري يمكن أن يخضع لأي شروط أنه أنا بضعها، تمام؟ فبالتالي أنه هيك أنا ضمنت حقي. يبقى هنا أنا عندي فرض الحقوق أنه حق النشر أنه ممنوع أي حدا يستخدم الأعمال تبعتي، تمام؟ يعني أو بالأحرى أنه بتقيد استخدام الأعمال تبعتي في 200 دولة. يعني هذا قانون معروف أنه لغاية 50 سنة من بعد وفاة الشخص، تمام؟ وهو حق حصري ممكن يخضع لأي شروط. الشروط الثانية هي هذه اللي بدنا نتحرك فيها، أنه أنا بدي أحددها. إيش هي؟ أنه أنا بدي أحدد الحريات. إيش هي الحريات؟ أنه بدك تستخدمه، بدك تعمله، يعني بدك تستخدمه بشكل مجاني، وممكن أنه أنت توزعه بشكل مجاني وتعمل له دراسة بشكل مجانية زي ما انت عاوز، وتعمل تعديلات زي ما انت بدك. اعمل تعديلات وارجع انشر تاني، تمام؟ هذه هي الحريات اللي فرضتها، تمام؟ الآن النقطة الثالثة هي الضابط في
في الأمر اللي هي تعيين الظروف الفيروسية اللي هي كيفية النشر والانتشار. أول حاجة إنه وجوب وراثة نفس الترخيص على كافة التعديلات والإضافات. مش أنا هنا نشرته بشكل مجاني ومسموح إنه توزيعه بنشر بشكل مجاني، أوكي. الآن أنت اللي أنت نشرته لما تنشره لازم تنشره تحت نفس الرخصة إنه برضو لازم يضله مجاني. هذه الحالة إنه أنا برتاح، تمام؟ ليش؟ لأنه أنا عملت كتاب مثلاً أديته، يعني أنا أتحته بشكل مجاني، إجا حدا تاني بده يستفيد مادياً من هذا الكتاب، لا، القانون بيمنعه. ليش؟ لأنه أنا حكيت أنه بدك أنه أنت تنشره، بدك تنشره بنفس الرخصة اللي أنا حطيتها، اللي أنا فرضتها عليه بالأول، اللي هي هاي الرخص اللي هي استخدام مجاني. فبالتالي الكتاب هذا بيمنع أي حدا يستفيد منه مادياً. ليش؟ لأنه لازم يرث نفس الرخصة ونفس التراخيص، مش بس الكتاب بدون تعديلات، حتى لو صارت عليه تعديلات وإضافات، كل التعديلات والإضافات هذه بدها تنضاف، يعني بدها تحص، بدها تكون تحت، تخضع لنفس الرخصة، تمام؟ النقطة الثانية، الإلزام بالحفاظ على جميع المراجع والحقوق وحقوق التأليف والنشر والعلامات التجارية كلها بالكامل. هذه شغلة كتير مهمة. أوكي، أنا إجيت وجدت كتاب متاح بشكل مجاني، الكتاب هذا مكون من 5 أبواب، قرأته وعجبني، تمام؟ عدلت على الأبواب 5 ورحت ضفت باب 6، تمام؟ هذه إضافة. لازم أشير في المرجع أنه الأبواب 5 هدول من المؤلف الأصلي اللي هو فلان الفلاني، والآن أنا لما أنشر الكتاب الجديد اللي هو مكون من 6 أبواب لازم أنشره بنفس الترخيص، أنه لازم يوزع بشكل مجاني، وأي تعديلات على الإضافية أنه برضو لازم تكون بشكل مجاني. ممكن يجي واحد ثالث، تمام، ياخد الكتاب اللي ألفه المؤلف الثاني اللي هو مكون من 6 أبواب، تمام، ويضيف عليه باب 7 باب 8، برضو لازم يخضع لنفس الشروط اللي هو انه يعمل وراثة لنفس الترخيص، انه يكون مجاني وتوزيع مجاني، ويحتفظ بنفس المراجع، يقول انه والله هدول الابواب من 1 لـ5 المؤلف الاول، والابواب الباب 6 هو من المؤلف الثاني، تمام، وانا ضفت الابواب 7 و8 وهكذا، تمام. وهيك أنا بلزم الجميع بمشاركة جميع التعديلات ومشاركتها مع المؤلف الأصلي. هيك أنا برجع لي الكتاب مع الإضافات، هاي اللي أنا بدي أصله في الموضوع. يعني طبعا هذا مثال للتقريب، تمام. ليش؟ لأنه لو الكتاب هذا تم أخده وواحد مؤلف تاني ضاف عليه مثلا فصل جديد في القصة وراح باعه واستفاد منه بدون ما أنا أعرف أنا شو استفدت، لا، أنا بدي الكتاب تبعي أنه الإضافات اللي عليه ترجع لي. فبالتالي أنا بدي الكتاب تبعي أنه أنا أنشره بشكل مجاني، بغرض إيش؟ بغرض أنه أنا أجمع التعديلات اللي بتنضاف عليه. فبالتالي أنا عملت 5 أبواب، لقيت الناس التانيين عملوا 6 و7 و8، الباب 6 و7 و8، هاي اللي أنا بدي إياه، تمام؟ الآن هنا قبول غير قابل للنقد لجميع الشروط والأحكام. أي حدا بده يستخدم، أنا نشرت القلم هذا، تمام، تحت النظام الجديد هذا، خلاص أنت يعني قبل ما تستخدمه لازم تقبل الشروط الغير قابلة للنقد. ما تيجي تقبل الشروط بالأول وبعديها تيجي تقول إنه لا 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 خلاص إنه أنا بطلت بدي أستفيد منه تجاريا، لا، أنت طورت القلم هذا، تمام، ضفت عليه أشياء معينة، التطويرات هذه بدها ترجع لي. هاي اللي أنا بدي أوصل له في الموضوع. يعني افترض أنه أنا شركة بتصنع أقلام، والأقلام التصميم تبع القلم هذا رحت وضعته بشكل متاح للجميع، بس حطيت الشروط هذه أنه أنت ممكن تستخدمه، الشركات الثانية اللي بتصنع أقلام برضو ممكن أنه هي تستخدم التصميم تبعي، والإضافة اللي عليه لازم ترجع لي. هذا قانون غير قابل للنقد. في هذه الحالة أنا بستفيد. فبالتالي هنا طريقة الاستفادة لا مختلفة. فعشان هيك إنه بحكي إنه هذا نظام جديد في البزنس. ففعلياً هذا هو النظام
الانتشار الفيروسي أو الظروف الفيروسية. طبعا هذا مش كوفيد 19 بالمناسبة أو كورونا. هذا عبارة عن أنه أنا بحدد كيف أنه المنتج تبعي ممكن أنه هو يتطور وينتشر، تمام؟ فبالتالي بنشر التصميمات تبعته بشكل مجاني، والتعديلات تبعت يعني التعديلات تبعته بترجع لي، فبالتالي أنا بحصل على التطويرات اللي صارت على القلم، هذه مفيدة بالنسبة لي، هنا أنا بستفيد. أوكي؟ فبالتالي هذه الشروط والحريات اللي احنا حكينا عنها، تمام، بنسميها كوبي ليفت. ايش بتقتضي هذه النقاط اللي احنا حكينا؟ انه استخدام مجاني، تمام. انا بحكيش استخدام مجاني للقلم، انا بحكي استخدام مجاني للتصميم، هاي اللي بقصده، توزيع مجاني للتصميم تبع القلم، الدراسة المجانية، أي شركة ممكن تدرس التصميم تبعي بحرية، ممكن تعدل على التصميم تبعي بحرية، لكن إيش بيقتضي؟ بيقتضي رقم واحد إنه هي تعمل وراثة لنفس الترخيص، إنه التعديلات اللي عملتها برضو تتيحها بشكل مجاني، ولازم تحافظ على المرجع الأصلي، تقول إنه والله التصميم الأصلي من الشركة تبعتي أنا، تمام؟ ولازم ألزمها بالمشاركة، تمام، وتعمل قبول كامل لكل الشروط. هذا هو ملخص الموضوع، تمام. ايش في عندي امثله على التراخيص؟ هاي اللي بدي اصله في الامر، انه انا في عندي تراخيص على شغلات كثيره، تراخيص على الهاردوير، على العتاد، على الاجهزه، يعني اجهزه هواتف ذكيه، اجهزه الكترونيه، سيارات، معدات، اي شغله من هذا القبيل، يعني انه هاي اللايسنسز تبعتها انه هي بتكون موجوده تحت الترخيص. فلو انت على سبيل المثال انه مهندس ومهتم، ممكن تدور على تراخيص مفتوحه المصدر وتعدل عليها، بس التعديلات تبعتك اللي انت بتعملها طورتها بدك لازم ترجعها للشركه الام، هيك الزام. فبالتالي هيك بصير في تطور بشكل اسرع، تمام. في عندي تراخيص للبرمجيات، لأن البرمجيات بتخضع لهذا الإشي بشكل كبير، البرمجيات اللي هي السوفتوير تبعي، يعني البرامج يعني زي الأوفيس، زي الويندوز، زي أنظمة التشغيل، ففي عندي تراخيص كثيرة في هذا الإطار. يعني أنا بس مجرد أنه أنا حابب أنه أنتوا تتعرفوا على التراخيص هذه، مش أنه هي تعرفوا الفروقات تبعتها، اللي بده يتخصص في المجال أكثر ممكن يتعرف على الفروقات بين التراخيص هذه. واللي بيهمني كذلك في الموضوع هنا اللي هو تراخيص المستندات اللي احنا تعرضنا له في بداية المحاضرة اليوم، اللي هو الكرياتيف كومون لايسنس، هذه تراخيص للمستندات. فبالتالي التراخيص طبعا حسب المادة اللي انا بشاركها، سواء كانت مستند او برنامج او عبارة عن اجهزة الكترونية، فبالتالي كل واحدة لها تراخيص مناسبة لإلها. فهذه هي التراخيص المتعلقة بالمستندات، واللي ذكرتها في بداية اللقاء اليوم عن النشر المفتوح. فبالتالي إنه أنا لما أحكي مجلات مفتوحة الوصول، معنى ذلك إنه هي تنشر المستندات تبعتها أو المقالات تبعتها أو الأبحاث تبعتها تحت هذه الرخص. إيش هي الرخص هذه؟ إنه هي المستند هذا متاح يعني للجميع، مشاع، يعني مشاع يعني انه اي احدا ممكن انه هو يستخدمه، تمام. بدك انه انت يعني انه انت تطور عليه او تطور على المنهجيه تبعته، بدك انه انت تتبع نفس التراخيص وتنشره بنفس التراخيص، تمام. طبعا هذه السلايد بتوضح ايش الفروقات بين الرخص المختلفه للمستند اللي هو CC BY، تمام، CC NC، يعني على سبيل المثال NC يعني هذا الرمز انه نو كوميرشال، اوكي، نو كوميرشال معنى ذلك انه المستند هذا انه متاح بشكل مشاع ولكن ممنوع الاستفاده منه تجاريا، بينما هنا ممكن انه يكون انه متاح الاستفاده منه تجاريا، اوكي. وهنا شير الايك معناها انه انت لازم انه انت تعمل له شير بنفس النسخه الاصليه تبعت المستند، تمام. وهنا CC 0 معنى ذلك انه المستند هذا ما بيحتوي على اي حقوق، خده واعمل فيه اللي بدك اياه، بدك تستفيد منه بشكل تجاري، بدك تعمل فيه اللي بدك اياه،
أوكي، فبالتالي هذا باختصار يعني بعض ال الشغلات اللي يعني الفروقات بين الشغلات المتعلقة بالمستند المستندات. فبالتالي لما أنا أنشر كتاب، عشان هيك لما أحكي لك الدواب الـ Open Access Directory of Books، الكتب المفتوحة الوصول، الكتب هذه فعليا هي بتكون منشورة تحت هذا البند. فبالتالي إنه أنا ممكن أنشر كتاب ويأتيحوا للآخرين أنه ممكن أنه هم ينشروا، تمام، وينسبوا العمل لإلي، يعني يعملوا مرجع لإلي وكذلك يستفيدوا منه ماديا، هذا متاح. ممكن هنا no commercial use، معنى ذلك أنه أنا لا بمنع هذه الشغلة، تمام. هنا أنه أنا يعني بدك تستخدم هذا السند ممنوع أنه أنت تشتق منه ولا أي شيء. فبالتالي في عندي أنواع مختلفة من التراخيص، بختار اللي مناسب لإلي أنا كمؤلف، تمام. طيب ليش استخدم المصادر المفتوحة؟ دكتور الله يعطيك العافية. نعم. دكتور الله يعافيك. احنا تقريبا لنا ساعة الان من اللقاء، اوكي، متعودين يكون خلال الساعة الاولى بعض النقاش من باب انه نعطي الصراحة قصيرة للمتابعين، اوكي، وكذلك من باب اتاحة المجال لأسئلة بصراحة. تفضل. في عدد من الأسئلة. هان دكتور بدي أأكد على شغلة بصراحة مهمة. نعم. إنه ما يتعلق بإتاحة براءات الاختراع، طبعاً في قوانين ناظمة لما يتعلق ببراءات الاختراع، والجامعة الإسلامية خلال السنة الحالية 2020 طورت نظام جديد له علاقة بنظام تنظيم براءات الاختراع في الجامعة الإسلامية. نعم. وهذا الموضوع صراحة أنت أشرت بشيء من الاختصار وشيء من يعني بريفلي أنت تكلمت على موضوع براءات الاختراع، وأنت يا دكتور بتعرف يعني من طلع خبرتك إنه هذا موضوع واسع كتير يعني صحيح. والخوض فيه بيحتاج إلى تفصيل، وإيش هي أصلاً بالأساس الاي بي، إيش مكوناتها كباتنتس. نعم. مكوناتها ككوبيرايت، مكوناتها كتريد مارك، حتى في الآن الشغلات العلاقة في براءات الاختراع حسب المنطقة الجغرافية، بمعنى انه مثلا منتج صار مثلا نقول الزيت او الصابونه النابلسيه، الصابونه النابلسيه اصبحت براءة اختراع، لا يجوز لاحد في العالم انه يسوق هذه النابلسيه الصابونه في اي مكان الا تحت هذا المسمى، لانه في لها شيء له علاقه بالجغرافيا، لانه الجغرافيا من خلال عادات وتقاليد الناس بيتولد بعض المهارات، بينتج عنها منتجات ما بيحق لحد انه. فموضوع واسع الصراحه وكثير كثير هذا. الآن أنا بصراحة لفت انتباهي لموضوع الكوبي ليفت. الكوبي ليفت يعني حسب علمي هو موضوع متخصص أو له علاقة بشكل رئيسي. أنا ليش بحكي كلام هذا دكتور؟ لأنه أنا بيجيني مجموعة من الأسئلة الآن الصراحة والتعليقات اللي بتتكلم على براءة اختراع. الكوبي ليفت أكثر له علاقة في البروغرامينج، يعني في البرمجة، انه اتاح اكثر من علاقته باتاحه براءه اختراع، لانه مفهوم براءه الاختراع، مفهوم براءه الاختراع هي براءه يتم تسجيلها ضمن سيستم سواء محلي او اقليمي او دولي، وهذه براءه اختراع بتتيح للشركه او تتيح للجامعه او تتيح للشخص انه يستفيد منها لعدد معين من السنوات، وغالبا بيكون 15 سنه، ويستفيد منها من ناحية تجارية. وحتى التعامل مع براءات الاختراع في أكثر من نظام للتعامل معها، إما بيصير to license the patent، إنه أنت تعملها تعطيها لحد إنه يستفيد منها، أو أنت تعمل spin out بشركة بناء عليها. فدكتور الكوبي ليفت هل هي أكثر رايحة باتجاه البرامج؟ لأنه أوكي البرمجية يتم تحت البرمجية والتطوير عليها بيكون بشكل مستمر، لكن بنحافظ على داخل البرمجية التطوير. فهل لأنه أكثر من حد بتكلم أنه بيسأل في هذا الموضوع، بدنا نوضح هذه النقطة يا دكتور إذا ممكن للأخوة المشاهدة. أوكي، أنا ذكرت في بداية المحاضرة وحرصت أنه على جلب أمثلة من مصادر مختلفة، عشان هيك أنا ذكرت مثال تبعت تسلا، شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، وهي فعلياً أنه الشغلة اللي يعني عندها براءات اختراع متعلقة بالتقنيات اللي بتستخدمها في إنتاج السيارات الكهربائية، سواء كان كمحرك وسواء كان في البطاريات اللي هي بتستخدمها. فبالتالي هي في عندها براءة اختراع في هذا الموضوع. الآن إتاحة هذه التقنية
هذا يعتبر انه هو اتاحه لبراءه الاختراع. شو بعود يعني ليش هي بتسوي زي هيك؟ ايش اللي بيعود عليها؟ فبالتالي هي بتتخلى عن الحقوق انه ممنوع اي حدا يستخدم التقنيه هذه او انه هو يستخدمها الا لما يدفع لي. الان براءه الاختراع متاح انه انا استخدمها. يعني على سبيل المثال اضرب لك شركة موتورولا يعني اخترعت يعني شغلة معينة متعلقة بالواي فاي اكسس، يعني كنا نستخدم الواي فاي تمام. الآن أي شركة مصنعة للهواتف الذكية بتستخدم هذه التقنية في الواي فاي، هي اللي بتصنعها الشركة هذه. يعني لو إجت شركة على سبيل المثال LG واستخدمت في الهاتف الذكي تبعها التقنية اللي اخترعتها شركة موتورولا في الاتصال بالشبكات اللاسلكية الواي فاي، لازم كل جهاز بتبيعه تحول شركة LG 2-3 دولار لشركة موتورولا على هذا الأساس. فبالتالي موضوع براءة الاختراع انه متاح للجميع انه هم يستخدموا ويستفيدوا منه تجاريا، لكن انه لازم يعود علي بالنفع. الآن هذا المبدأ احنا بدنا نضربه من الأساس. كيف يعني بدنا نضربه من الأساس؟ يعني لا، أنا ما بديش هذا الأسلوب، أنا بدي الأسلوب إنه أنت متاح إنه أنت تستخدم هذه التقنية، وبديك أنت تطور عليها، بس التطوير بدك تقول لي عليه. هاي الاستفادة، هاي الشفت اللي أنا بحكي عليه في طريقة التفكير. هذه طريقة تفكير في القرن 21. فعشان هيك أنا حرصت إنه أنا أجيب مثال في شركة تويوتا، شركة سيارات، شركة تسلا، كذلك شركات مصنعة للأدوية بتصنع تركيبات كيميائية، وحضرتك أكيد بتعرف قديش المنافسة شديدة جدا جدا في تصنيع تركيبة دوائية وكيميائية للكوفيد 19 أو للكورونا فيروس، إنه للقضاء عليه. فبالتالي التركيبة هذه اللي بصل خلاص هو اللي بيكسح السوق كله بالأول. هذه طريقة تفكير، إنه هي طريقة تفكير مغلقة، لكن في طريقة تفكير أوبن، إنه والله توصلت أنا لصيغة كيميائية تمام، بدنا نحط قانون انه انا بدي انشرها بشكل مفتوح، بدنا نحط قانون اذا انت بدك تستخدمها انا بلزمك انه اي تعديل انه انت بتسويه عليها لازم التعديل هذا انت تطلعني عليه وتشاركني معها. هاي الفكره في الموضوع. تمام واي حدا بحاول يخبي هاي الشغله انا بقاضيك، القانون موجود، انا برفع عليك دعوه. والدعوات بين الشركات، يعني في دعوات بين شركه صن ايام ما كانت موجوده زمان وشركه مايكروسوفت، انه هم اثنين اختلفوا انه لا التقنيه هذه لإلي، التقنيه هذه لإلي، وشركه سامسونج وابل برضو كذلك انه يعني اختلفوا انه والله الزر هذا انه هو عباره عن براءه اختراع، الزر هذه اللي موجوده في النص. فبالتالي انه موضوع المقاضاه بين الشركات هذه شغله انه لا بتجيب لك حقك في الاخر. يعني بدك تنظر بهذا المنظور، ما تخاف، ما يكون في عندك خوف من هذا الإطار، القانون بيجيب لك حقك في لو أنت نشرته بنفس هذا الترخيص وبنفس هذا القانون. يعني دكتور، في سؤال من أحد المتابعين أو إحدى المتابعات، هل يمكن الاتيان بفكرة مطورة عن الفكرة السابقة ونشرها بمؤلف جديد؟ ممكن جدا، لو كان إنه القانون تبعه، يعني هو القانون تبعه أكيد لازم إنه أنت تنشري، ولكن انه النشر هذا لازم انه يكون في مرجع للمصدر الاصلي، انه والله هذا عباره عن الفكره الاساسيه من فلان والتطوير عليها انه كذا وكذا وكذا، وانه هذا بيعيد نشره، فبالتالي بيصير انه اسميكم انتم الاثنين على هذا المنشور. والنشر الزامي لانه هو اصلا كان متاح بشكل مجاني، فبالتالي النشر عندك لازم يكون بشكل الزامي. دكتور، من نفس السؤال، وكأنه السائل بيبحث عن مزيد من المعلومات عن التراخيص، هل من توضيح السؤال بيقول هل من توضيح أكثر مع من يتم التواصل بعمل التراخيص؟ يعني كأنه السائل فاهم إنه يتم عمل هذه التراخيص، مش إنه هي تراخيص موجودة يمكن بتعطي حقوق حسب طبيعة المنتج وحسب ما يوضحه أو ما يسمح فيه الباحث. يعني فمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع. هو بالفعل يعني حضرتك أنت جاوبت على السؤال، يعني التراخيص هذه أوريدي هي موجودة، وانت بتختار ما يناسبك انت، بس يعني مطلوب منك انه انت تعرف ايش الفروقات بين التراخيص هذه، لا لصالحك، لا هذه انه حسب الوضع تبعك اكيد طبعا تمام. وبتقول انه والله هذا القلم
تمام، أنا هذا عبارة عن منتج جديد لإلي أو تصميم جديد لإلي وبدي أنشره تحت رخصة كذا. أنت بتختار واحدة من التراخيص، بتعلن عن هذا الإشي بس مجرد يعني لا أكثر ولا أقل، سواء كان في الويب سايت تبعك أو في يعني في، لأنه أنت حتنشر تنشر الديزاين، الديزاين هذا عبارة عن دوكيمنت في الآخر تصميم، فبالتالي بتذكر فيه الرخصة اللي أنت اخترتها، وبتحكي إنه ملزم للناس اللي بدها تستخدم التصميم هذا إنه التعديلات ترجع لي، وإنه برضو تعمل مشاركة للتعديلات وكل الأمور هاي. دكتور هان، بدي بصراحة أستذكر نقطة مهمة وقد تكون نقطة جيدة وحتى طلبتنا والباحثين يكونوا على دراية فيها. الآن دكتور، موضوع إتاحة العلوم بشكل عام أو الأوبن ساينس له أكثر من بعد. البعد المعرفي وهو من باب إتاحة المعرفة، وأن الباحث يطلع على معرفة أخرى وبالتالي يتم تطوير المعرفة بشكل مستمر. لكن هذا يا دكتور من ناحية اقتصادية، في أحد المحاضرات كان هناك لقاء بخصوص المنافع الاقتصادية، وبالتحديد كان هناك مفهوم جدا بصراحة كان جديد بالنسبة لكثير من الموجودين، اسمه Economies of Open Science، يعني إيش هي اقتصاديات العلم المفتوح. بمعنى أنه العلم المفتوح أصبح الآن يوجد بعض الميتريكس، بعض القياسات اللي من خلالها بنقدر نقيس أوكي الآن هذا إيش الفرق اقتصادياً، أنه هذا المعرفة أني أتحتها أو ما أتحتها. لما أنا أتحت المعرفة سمحت بالتطوير، التطوير كان له أكيد يعني added value من ناحية اقتصادية، في له قيمة مضافة من ناحية اقتصادية، وبالتالي هذا بيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي. فأنا هان بدي أشير دكتور إنه الأبعاد في موضوع زي هذا بتتعدى الجانب المعرفي، بتتعدى الجانب بتتعدى النولج، يعني بتتعدى أكيد science. يعني بالأخير أنا حكينا إنه يعني Are you open for business؟ هل أنت منفتح للأعمال؟ والأعمال يعني أكيد يعني بطبيعة الحال إنه تطوير للاقتصاد. هو فعلياً الاقتصاد المبني على المعرفة يعني مساهمته في التطور، يعني أكبر مثال على هذه الشغلة دول عديدة، يمكن من أكثرها الصين. وفي وثائقي أنا شاهدته في هذا الموضوع إنه الاقتصاد المبني على المعرفة literally حرفيا هو عبارة عن نقل الثروة من الغرب إلى الشرق. هم بيحكوا زي هيك، يعني متخيل كيف الأمور صارت؟ هو الاستثمار في المعرفة. تمام بالضبط، نقل التقنيات، يعني اللي صار الآن. طب يعني كانت الصين سابقا ما عندها أي معرفة، الآن أخذت، يعني صار في ترانسفير للمعرفة هذه من الغرب للشرق، وهي صارت تتفوق في التصنيع. فبالتالي يعني أي حدا يجي ينافس الصين في تصنيع يعني شغلة معينة رح يفشل، مش رح يقدر يصل لنموذج لتصنيع القلم أرخص منهم، رح يخسر. هاي الفكرة في الموضوع. فالآن بناء الاقتصاد إنه الترانسفير the wealth from the west to the east، إنه بكل المجالات، سواء كان مجالات متعلقة بالتليكومنيكيشن، يعني اللي صار حالياً في تقنية الـ5G، إنه هي صارت الصين صارت إنه على استعداد لتوفير هذه التقنية للبلدان وبتكلفة أرخص. إحنا كنا بننتظر دول أوروبا ودول أمريكا إنه هي توفر لنا، يعني توفر في بعض الدول الـ5G، لكن في منافس كبير في هذا الموضوع إنه سبقهم وتحصل على التقنية هذه. فهذا هو الاقتصاد المبني على المعرفة. بالفعل دكتور، في سؤال آخر دكتور لو سمحت. بصراحة من الأستاذ بشار سلوت بيتكلم عن تسجيل براءة الاختراع، ربما هذا خارج إطار محاضرة دكتور. نعم. تسجيل براءة الاختراع وفق نموذج مخصص في وزارة الاقتصاد الوطني. أستاذ بشار، طبعا موضوع تسجيل براءة الاختراع بصراحة هو بعيد شوي عن محاضرتنا، لكن انت شجعتنا بصراحة انه نعمل محاضرة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة، وان شاء الله رب العالمين هذا ان شاء الله وعد تكون قريبة جدا عن براءة الاختراع. اصلا براءة الاختراع هي جزء من كل، بمعنى براءة الاختراع هي جزء من الاي بي، من الانتليكشوال بروبرتي اللي هي الملكية الفكرية، واللي بتتكون من براءة الاختراع الكوبي رايت، بتتكون كذلك من الاندستريال ديزاين، تكلم دكتور توا على تصميمات، وبتتكلم يعني هي جزء بصراحة براءة الاختراع من شغلات كثيرة.
لكن فرصة يكون في لقاء قادم للطلب الجامعة، لأنه في أي مرحلة بصراحة من مراحل طلب الدراسات العليا إنه يكون التفكير الكوميرشال، يعني طريقة التفكير التجارية، إنه أنا ممكن أطلع خلال عملي هذا بشغلة to be commercialized، يعني إنه شغلة تكون للسوق. هذا جزء، هذا خلينا نقول يا دكتور هذا شغلة مالتي ديسيبلينري، هذا بتروح ريادة أعمال، بتروح open science، open economy، تتكلم open innovation system. هذا موضوع كتير يا أستاذ بشار بصراحة متشعب، فبنترك الإجابة. لكن بشكل عام تسجيل براءات الاختراع يتم من خلال وزارة الاقتصاد الوطني في فرع لهم في غزة، وكذلك في الضفة الغربية. لكن هل براءات الاختراع هذه سيكون راح تكون معترف فيها على مستوى دولي؟ هذا بيحتاج إلى تفصيل كثير بصراحة، وإحنا عندنا بعض الخبرات في هذا الموضوع. دكتور إحنا هيك 10 دقائق من المناقشة، بنستكمل معك دكتور هذه المحاضرة. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. اوكي، احنا توقفنا عن جزئية انه احنا ليش نستخدم الاوبن ساين او الاوبن سورس، ليش؟ يعني هل فعلا الموضوع مجدي بالنسبة لإلي، ولا يعني هل فعلا في فوائد؟ فكر معايا، اكيد حنشوف ايش هي الفوائد. اوكي، سواء كنت انت تستخدم كوبي رايت او بيتنت، سيتم استنساخك لا محالة، وانتوا اكيد عارفين هذا الكلام. يعني أكيد يعني مرت عليكم يعني تيشرتات أو أي ملابس رياضية إنه بتحتوي على علامة تجارية قريبة كتير من العلامة التجارية الأصلية، فبالتالي إيش الاستفاد؟ الاستفاد إنه 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 الشركة اللي فبركت هذا المنتج واللي خلته قريب كتير من المنتج الأصلي استفادت تجاريا من اسم العلامة التجارية تبعتك. العلامة التجارية هاي للمنتجات الرياضية كتير كبيرة وكتير معروفة، فبالتالي أنا أول ما أشوفها على طول خلاص أنا بثق فيها، فبالتالي راح أشتري الحذاء هذا أو التريننج سوت هذا يعني بشكل مباشر. كذلك هذه الشركة، يعني أكيد إنه أكيد مر عليكم شغلات، هذه مش أديداس بالمناسبة. اوكي، فبالتالي انه انا يعني انا يعني انت ممكن ما تاخدش بالك وتشوف هذه العلامه انت عندك على حذاء رياضي ممكن تشتريه وانت مغمض، فبالتالي انت بالفعل انه يعني في ناس كثيره بتستفيد ماديا من منتجات بسبب العلامه التجاريه تبعتها. فبالتالي هاي ايش الفرق؟ حرف الاو هنا يفترض انه هو يكون نيو، فبالتالي انت بتشوف هذا المنتج زيك بتفكروا بين شركة سامسونج، ولكن انه بيكون فيك. فبالتالي اريح نفسك، بعبارة اخرى اريح نفسك، سواء كنت بروتكتد ولا استخدمت كل القوانين ولا سجلت كل براءة الاختراع، هتلاقي ناس سرقت الفكرة تبعتك او سرقت العلامة التجارية تبعتك وبتبيع المنتجات تبعتك بشكل غير قانوني، وبتعمل فلوس على حساب يعني من حسابك. فهاي الفكرة. فبالتالي مدام هيك وهيك خليني اوبن احسن، فهاي المبرر الاول. فاحنا برجع بذكر انه ليش لازم تستخدم المصادر المفتوحة. باختصار، sooner or later، عاجلا ام اجلا، سواء كانت عندك فكرة واو أو لا، يعني حينسخوك، فبالتالي خليك أوبن من الأول أحسن لك. الشغلة الثانية إنه بدنا نعتبر إنه المصدر المفتوح هو مش حماية، ولكن هو عبارة عن حل أفضل من إنه يصير في عندك إنه العلامة التجارية تبعتك إنه هي تستنسخ ويتم الاحتيال عليها بهذا الشكل. تمام، فبالتالي انا بدي اعتبر انه الخبره تبعتي هي راس مالي. تمام، فبدي اعتبر انه انا في عندي افكار وممكن اديها بشكل مجاني، ومشاركتها بعزز مسيرتي المهنيه. عشان هيك اذا انا عندي افكار ورحت انا حكيتها للعالم بشكل مجاني، تمام، هذا بفتح عينين المستثمرين، بفتح عينين الشركات ذات العلاقه، فهي بتيجي هي بدها الخبرة. هاي اللي بدي أحكي لك، خلي الخبرة تبعتك هي رأس مالك، بدها خبرة، فبالتالي حتيجي تقول إنه أوكي ماشي بدنا نطور على هاي الشغلة، بس مين أحسن واحد يطور على هاي الشغلة؟ فبالتالي هي اللي بتجيب لك التمويل لغاية عندك، أو بتجيب لك الاستثمار لغاية عندك، فبتقول إنه أوكي تعال خذ هاي فلوس بدنا نطور على الفكرة هاي، تمام، وبدنا اياك بخبرتك انه انت تحكي لنا انه شو نسوي ولا شو نعمل. اوكي،
الآن هذه نقطة كتير مهمة جدا جدا من نخلي بالنا منها ونحاول نفهمها قدر الإمكان. السرعة هي المفتاح. إيش معنى السرعة؟ أنا شركة، بدنا نرجع للمثال تبع الأقلام، أنا شركة بتصنع أقلام أوكي، وبشتغل بالنظام التقليدي. إيش النظام التقليدي؟ النظام التقليدي إنه أنا عندي براءة اختراع لهذا القلم وعندي حقوق ملكية فكرية للتصميم تبعه، وأنا مكتم عليها، يعني بعتبره من أسرار الشركة وممنوع يطلع بالمرة. تمام؟ الآن لو بدي أطور في هذا القلم لازم إنه أجيب فريق للأبحاث والتطوير وأقول لهم بدي إياكم تشتغلوا إنه أنتم تطوروا. ممكن يشتغلوا سنة أو أشهر، تمام، ويقولوا لي خد هاي تصميم جديد، ممكن ينجح ممكن يفشل. تمام؟ لكن لو أنا بدي أروح بدي أعمل شيفت للبارادايم، أو بدي أعمل يعني تغيير في الأسلوب تبعي، إنه خدوا يا جماعة هذا التصميم أوبن لأي شركة من الشركات المنافسة اللي بتصنع أقلام وطوروا عليه إذا أنتوا حابين، لكن التطوير هذا بدكم ترجعوا تشاركوا معايا. فبالتالي تسريع تطوير هاي الشغلة، معنى ذلك إنه أنا القلم هذا لو بدي 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 أصل مثلاً، خلينا نعتبر إنه الجيل الخامس لإله، تمام، ممكن يتم خلال سنة واحدة فقط لو أنا كنت بشتغل بنظام الأوبن. لكن لو أنا كنت بشتغل بنظام التقليدي، نظام الكلوزد، ممكن أحتاج 10 سنوات عشان إنه أنا أصل للجيل الخامس من الأقلام المتطورة هاي. شفتوا إيش الفرق؟ فبالتالي هنا المشاركة بيسمح لإلي بالوصول للسوق بالفكرة المناسبة في الوقت المناسب. هاي شغلة كتير مهمة. ما بعرف إذا النقطة هذه واضحة بشكل كتير، ولكن إنه ممكن نرجع نحكي مع يعني ندردش فيها أكثر في جزئية النقاش. طيب كيف نوضح هذا المثال أكثر بمثال؟ كيف ممكن يشتغل هذا الإشي؟ لنفترض إنه أنا في عندي هنا مختبر أبحاث صغير، تمام؟ بيشتغل على صيغة كيميائية، وأنا هنا قاصد تماماً إنه أنا أبتعد عن المثال تبع السوفتوير، لأنه يعني أنتم ما تفكروا إنه أنا جاي من باك جراوند تبعت الآي تي، إنه أنا بحكي إنه هذا الكلام على البرمجيات فقط، لا، أنا بحكي هنا مختبر للأبحاث بصنع مثلاً صيغة كيميائية، وهي زي ما أنت شايف هنا الآيكون تبع الكورونا، فبالتالي هو عمل صيغة كيميائية لمعالجة الكوفيد 19، فبالتالي هذا عنده خبرة معينة، وبسبب الخبرة هذه اللي موجودة عنده راح عمل نشر لصيغة كيميائية لمعالجة الكورونا. لنفترض ذلك. طبعا هذا النشر تحت تراخيص النشر اللي احنا تعرفنا عليها قبل شوية، تمام، بيخضع للقوانين انه انت بدك يعني اوكي ممكن تطلع وتدرس البحث والصيغة الكيميائية هذه زي ما بدك، إذا بدك تعدل عليها بدك تخضع للقانون وترجع تنشرها معايا. هذا هو القانون، هذه هي الفكرة. احنا الآن بالنظام الجديد، اوكي، تمام. الآن إجا مختبر أبحاث أكبر، والله شاف الفورميلا هذه، تمام، وراح بالخبرة تبعته إيش عمل؟ عمل نشر لمنهجية لاستخدام هذه الفورميلا. يبقى المختبر هذا ساهم بالفورميلا والمختبر الأكبر ساهم بالميثود، أوكي؟ تمام. الآن إجا مختبر الأبحاث الكبير اللي هو عنده خبرة معينة، راح طلب من مختبر الأبحاث الصغير، حكى له بدي إياك إنه أنت تعمل adjust للفورميلا تبعتك، لأنه أنا لما شفت يعني لما انطرحت منهجيات معينة قلت إنه أنا التعديل في الصيغة هذه ممكن إنه يعني يتحسن بشكل كبير. فبالتالي السؤال الآن، ليش المختبر هذا ما عملها بنفسه؟ ليش المختبر هذا ما يعملها بنفسه؟ هذا السؤال اللي بيطرح نفسه. المختبر هذا ما عملها بنفسه لأنه الخبرة المتعلقة بعمل الصيغ الكيميائية موجودة في المختبر الصغير. يستنى المختبر الكبير لما يكتسبها، ولا يستعين بالمختبر الصغير مباشرة ونسرع عجلة التطور؟ هذه هي الفكرة، تمام؟ فبالتالي بروح بستثمر فلوس، تمام؟
في مختبر الابحاث الصغير بقول له اياه بدي اياك تعمل لي ادجستمنت وتعديلات للطريقه اللي انت عملت فيها الفورمولا هذه. فبالتالي بالاستثمار هذا بيتكون عنده خبره اضافيه، شايف زي المكعبات بركبها فوق بعض، الخبرات تتراكم. تمام، والناتج انا عندي اذا انت شايف هذه هي المعرفه المتراكمه اللي انا بقصدها. هذا إجا طور شغلة معينة في القلم، هذا ضاف إله إشي ثاني، هذا ضاف إله إشي ثالث. فبالتالي القلم اللي وصلنا له هذا يعني أو الهاتف الذكي خلينا نحكي اللي وصلنا له اليوم هذا نتيجة تراكم معرفة تم تبادلها بشكل مفتوح. تمام؟ أوكي، ما انتهتش القصة عند هنا. إجت إنه الإندستري، الشركات اللي تشتغل على massive productive production اجت اهتمت في الموضوع، والله شافت انه والله مختبر ابحاث كبير ومختبر ابحاث صغير، تمام، عندهم خبرات معينه، تمام، عملوا شغله تراكميه مشتركه بيناتهم، قالت انا بدي استفيد من الموضوع هذا. ايش راحت عملت؟ راحت استثمرت في المختبر الكبير، تمام، واستثمرت في المختبر الصغير وطلبت منهم ان هم يعملوا سكيل. ايش معنات السكيل؟ انه انا وصلت للنموذج الاولي، بس النموذج الاولي هذا مكلف، لا انا بدي اصنع منه كميات كبيره، والكميات الكبيره هذه انا بدي سعرها يرخص عشان انا اقدر ابيع. فبدي اياكم تعملوا انتوا الاثنين تشتغلوا مع بعض، تمام، فبالتالي هذا بتكون عنده خبره جديده وهذا بتكون عنده خبره جديده، والاثنين بيشتغلوا بشكل مشترك وبنشروا الاليه اللي حيعملوا فيها سكيل او تدريج لإنتاج المنتج هذا بشكل نهائي، بحيث أنه هو يكون يعني قابل للتسويق، يعني رخيص وأنه قابل للتسويق، لأن يعني النموذج الأولي عادة بيكون أنه تكلفته كتير مرتفعة. أوكي؟ تمام؟ فبالتالي هنا الشركة هذه تكتسب خبرة في الموضوع، بتنزله للماركت، تمام؟ وبتستثمر في هذا الأمر. فبالتالي أنا في عندي خبرة هنا من الشركة اللي نزلت السوق ومن شركات الأبحاث ومن المختبر الصغير. شايف هدول المكعبات اللي راكبة مع بعض بتتراكم الخبرة بسبب أنه هما الثلاث أطراف هدول open، لكن لو كان كل طرف منهم close الكلام هذا اللي وصلنا له يعني بمنهجية open ممكن نصله بسنة واحدة بالطريقة التقليدية اللي هي الطريقة المغلقة، ممكن نصله خلال 5 سنوات، فترة أطول. هذه هي الفرق، هذه هي جزئية السبيد أب، يعني تسريع التطوير بالتفكير بمنهجية الأوبن بتسرع التطور بشكل كبير. أوكي، إجا الآن منافس تاني قال لهم أوكي أنا بدي أستثمر عندكم وبدي تعملوا لي adjustment جديد، تعديل جديد، تمام، لانه نسخه الفيروس اللي موجوده انا عندي في البلد لا مستوحش هذا الفيروس، فبدي اياكم تعملوا تعديل للصيغه الكيميائيه عشان انه يصير ملائم للبيئه اللي عندي. فبالتالي مش بس انه شركه معينه، لا المنافسين كذلك ممكن انه يرجعوا يستثمروا عندي، وبالتالي هيك بتتراكم الخبره وبستفيد انا ماديا بهذا المنهجيه. فبالتالي اذا انت يعني بتفكر انه انت إذا اشتغلت أوبن لا حيسرقوا الفكرة تبعتك، لا هم يعني لو نشرتها حيجوا لك والفلوس حيتيجي عندك. هاي الفكرة في الأمر. الآن بالمنافسة يعني بيصير تطوير للفورمولا النهائية يعني بشكل أكبر وأكبر لغاية لما نصل إن شاء الله يعني لعقار لهاي الجائحة، وربنا يعني يكشف عنا هذا الوباء. أوكي، الفوائد للشركات بشكل ملخص، طبعا النظام المفتوح، ترويج مجاني، حماية مجانية، تعزيز للأبحاث والتطوير بتكون بشكل وتيرة أسرع، بداية سريعة، ما في داعي أنه أنت تستنى تقول آه بدي أعمل استنى شركة أنه هي تمولني. يعني هاي المنهج التقليدي، المنهج التقليدي بدك تستنى، أنت الأبحاث هذه اللي عم بدك تعملها بدك فلوس، بدك تروح تعملهم دراسة، ممكن يرفضوا ممكن يوافقوا، لكن لما يكون في عندك إشي ملموس هم اللي حيجوا عندك، وهنا أنت بحاجة لتسويق لإله، بحاجة لبراءة اختراع، والأبحاث والتطوير فيه مكلف، تمام؟ فبالتالي هذا ممكن أنه أنت تبدأ اليوم، وهذا صعب جدا، صار يعني شبه مستحيل أنه أنت تبدأ فيه اليوم، عشان هيك أنه طريقة التفكير
مختلفة في البزنس هي اللي بتمكن انه بتعطي دفعة انه انت لو صرت تفكر بطريقة الاوبن سورس. اوكي، نرجع نربط هذا الموضوع بطلاب الدراسات العليا. انت ايش ممكن انه انت تسوي، انت ايش ممكن تسوي في الدراسة تبعتك؟ تمام، لو انت كنت مثلا بتدرس في مجال مثلا كيميائي فيزيائي، بتدرس في مجال يعني حتى في مجال الانسانيات، انه انت ممكن تشوف اي شغلة فيها انه ديزاين بشكل انه مفتوح، بشكل مفتوح المصدر، ممكن انه هذا انه انت تفكر كيف انه انت ممكن تطور عليه وترجع تنشره تاني مع التعديلات. الان لو انت رجعت نشرته تاني مع التعديلات بتذكر المرجع الاصلي وبصير في كريدت لك، فبالتالي الشركات تيجي بتقول اه والله انت صار في عندك خبره في المجال هذا وهذا وهذا، فبدنا اياك انه انت تشتغل معنا في مشروع كذا وكذا وكذا. اوكي، طبعا هذه يعني مقوله لإيلون ماسك اللي هو صاحب شركه تسلا، انه هو فعليا بيحاول انه يجذب الانجينيرز اللي يعني انه بدل ما انه هو يعني يعمل نظام براءة اختراع، لا بتيح هذه الشغلة لكل المهندسين في العالم، فبالتالي أي مهندس ممكن يطلع على تقنية البطاريات وممكن يستخدمها هو في مجال آخر مختلف ويقترح عليها تطوير معين، فبالتالي هذا برجع لشركة تسلا بالاستفادة. تمام، هذه كذلك ما يعني مقولة لشركة تويوتا. أوكي، هذه للأندرويد، وهذه يعني المدير التنفيذي لشركة جي أس كي لتبعت الأدوية. تمام، أوكي، الآن نيجي لدورك. ممكن تعمل open source في جوجل. تمام، المصادر بالعربية شوية شحيحة بهذا الخصوص. تكتب open source في جوجل وتضيف الكيورد حسب تخصصك، تكتب open source فارما، open source engineering، open source energy. هذا المجال احنا محتاجينه، احنا محتاجين لطاقة يا جماعة، احنا محتاجين لطاقة، بدنا طرق مفتوحة المصدر، احنا محتاجين تقنية في هذا الإطار. بدل ما انت تقعد تخترع اشي من الصفر، لا شوف ايش في عندك شغلات مفتوحة المصدر في الطاقة في مصادر الطاقة البديلة، وحاول انه انت تطور عليها وارجع انشره بشكل open source. كذلك في مجال الإديوكيشن، open source education برضو مجال الإنسانيات مفتوحة فيها، فبالتالي أنت فكر بهذا الإطار وحاول أنه أنت في دراستك في الماجستير أنه تعمل شغلة مفيدة، وأنه ما تعمل رسالة thesis وتنحط على الرف. رجاء 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 أنه حاول أنه تفكر بطريقة مختلفة وتعمل شغلة ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا. يعني على سبيل المثال أنه ممكن تفكر في المجال البيئي في الطرق البديلة لمعالجة مياه الصرف الصحي. للأسف إحنا في عنا عجز في هاي الشغلات، فأنت يعني ممكن أنه أنت تشوف إيش في طرق open source ممكن التطوير عليها، وبتعتمد يعني على طريقة رخيصة أو ما بتحتاج تكلفة في هذا الإطار، فبالتالي أنت بتكون رسالتك يعني بتحل مشكلة في المجتمع مش بس بغرض البزنس. أوكي، فبالتالي غير أسلوبك رجاء وافتح نفسك للنجاح. وكذلك مرة تانية بشكر كل اللي ساهموا في هاي السلايد، وعلى رأسهم كريستيان أولز تمام ودكتورة راوية على إتاحة المصادر هذه بشكل الكرياتيف كومون، لأنه زي ما حكينا انه هيو هذا المصدر انه متاح سي سي كرياتيف كومون، واي حدا ممكن يستخدم السلايد هذه لانه يعني متاحه تحت نفس هذا الترخيص. وانا حكون سعيد جدا باستقبال اسئلتكم واستفساراتكم على هذا الاطار. في هذا الاطار دكتور الله يعطيك العافيه، الصراحه احنا المحاضره جدا ممتعه للطلبه، يعني بنتشكرك صراحة باسمنا وباسم الطلبة على هذه المحاضرة. كثير من المفاهيم الصراحة اللي حضرتك عرضتها دكتور، ولعل من النقاط المهمة أن الطلبة يعتنوا فيها مجموعة المصادر اللي بتتيحها مكتبة الجامعة الإسلامية من خلال الموقع، وهذه شغلة بتهيأ لي عدد من الطلبة. نعم. أو كثير من الطلبة ما هم على اطلاع عليها، يعني أنت حضرتك
بالعكس توضحت أنه موقع الجامعة ليس فقط ما يتعلق بمخرجات الجامعة الإسلامية من أبحاث اللي بالفعل متاحة على مستودع الجامعة الإسلامية الرقمي الـ IOG Space، ولا كذلك برسائل الماجستير. لما بعض الطلبة بيعتقد أنه ما يتاح على صفحة الجامعة أو على صفحة المكتبة هو الكتب الموجودة أو ملخصات الكتب وكذلك الرسائل، لكن إحنا في عنا بعض المصادر على قواعد البيانات، في عنا الدواج، في عنا الدواب الأوبن سورس بوكس، في عنا مجموعة بصراحة من الدايركتوريز الموجودة اللي ممكن الطلبة يستفيدوا منها. وانت هيك دكتور بتأكد الكلام، فتحت على صفحة المكتبة. الصراحة دكتور هذه المصادر جدا مهمة، احنا في مرحلة من مراحل الدراسة الطالب دائما بيكون بيتعطش الى مصادر للمعلومات، كيف ينزل ابحاث، كيف ينزل كتب، وين يروح وين يجي. الطريقة التقليدية اللي الطلبة بيستخدموها البحث من خلال جوجل، زي ما انت حضرتك اشرت دكتور انه بيستخدم الجوجل، جوجل بيعطيه لحد معين من المنشورات، لكن بعد هيك الطالب بستك يعني بتم عايق. طب ايش الحل؟ انت يا دكتور ممكن هذه القواعد البيانات اذا حاب يعني تفصل فيها انه قديش المكتبه بالفعل في جهد في المكتبه في هذا الموضوع. نعم اوكي، موقع المكتبه المركزيه انه صفحه البدايه انه هي زي هيك، برجع انه باكد للطلاب انه انت كيف ممكن تصلها. تصلها انه هذا الموقع الصفحه الرئيسيه، انه انت عندك هنا تحت انه ممكن انه انت تطلع على الخدمات الالكترونيه. تمام، الخدمات الإلكترونية في عنا قواعد بيانات إلكترونية، هذه في منها إنه مدفوع باشتراك يعني، وفي منها إنه هي مجاني تحت سياسة أو تحت بند الـ Open Access أو يعني متاحة الوصول، فبالتالي إنه هنا هي مصنفة، هذه قواعد بيانات باشتراك. تمام، هذه يعني منها دار المنظومة، وكذلك إنه IMF E-Library إمرلاند. كثير من المصادر انه يعني متوفره باشتراك، وهذه قواعد بيانات مجانيه انه يعني مقصود فيها اوبن اكسس. تمام، يعني بيجي منها الرود وبيجي منها الدواج، يعني انت في عندك حتى هيو دليل دوريات العربيه المجانيه، هذه شغله كثير مهمة، ممكن أنه طلاب الدراسات العليا لأنه خاصة اللي بالإنسانيات أو اللي بدها مصادر باللغة العربية ممكن أن يكون في عندها افتقار لهذا الإشي، فبالتالي هنا Directory of أو دليل الدوريات العربية المجانية Directory of Free Open Access Journals Arab Journals، فهذا الدوريات هذا السايت ممكن تستفيد منه، ممكن تبحث فيه على يعني بشكل مباشر. تمام، وبالمناسبة المجلات العلمية اللي في البحث العلمي احنا في عملة تقريبا بتخصصاتها مختلفة كذلك مسجلة في هذا الدليل، فبالتالي انت لما تبحث فيه بتبحث في كل الأدلة تبعت المجلات العربية الدوريات العربية واللي من ضمنها مجلات الجامعة الإسلامية. تمام، وهذه الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنالز اوريدي فتحناها، فبهذا بالنسبه لقواعد البيانات باشتراك. نرجع مره ثانيه، هنا في عندي قد استعراض الكتب الموجوده في المكتبه، الكتب الرقميه المفتوحه الوصول، هذا بركز على هذه كلها كتب منها برضو مصادر عربية، كتب عربية حرة تحت الـ Creative Commons، الـ Open Text Book Store، الدواب، عندنا الدواج والدواب، الدواب للبوكس. تمام؟ وفي الـ Open Edition Books، في كتير كل يعني في مصادر عديدة أنت ممكن تبحث فيها، بتقدر تعملها براوز حسب التخصص وممكن تبحث فيها بشكل مباشر، فبالتالي أنت بتحصل على مصادر رقمية إلكترونية، وخاصة في ظل الظرف اللي احنا فيه موجودين فيه حاليا، يعني انه صعوبة الوصول للجامعة واستفادة من الكتب اللي موجودة في الجامعة، الكتب الورقية، فبالتالي انت ممكن تحصل على كتب إلكترونية وتكمل دراستك في هذا الإطار، كذلك الأبحاث يعني او الدوريات كذلك انه انت ممكن تستفيد منها.
تمام؟ بنرجع بنأكد هنا على موضوع المستودعات بالإضافة للمستودع الرقمي للجامعة الإسلامية اللي بيحتوي على كل الأبحاث. والدي بدي أنوه لنقطة مهمة جداً، إنه أنت ممكن تبحث فيه بكفاءة عالية، حتى ممكن تبحث في متن المستند. في متن المستند المقصود فيه إنه بتدور على يعني النتائج بيطلع لك إياها حتى من جوات البحث نفسه، يعني في النص المكتوب في البحث نفسه، مش بس في العنوان أو الأبستراكت. فبالتالي المستودع الرقمي عنده القدرة إنه هو يدور في متن المستند. الآن لو أنت يعني المستودع تبع الجامعة الإسلامية ما كفاك، أنت ممكن إنه يعني تأخذ مصادر عربية من المستودعات الرقمية في الوطن العربي، لأنه أكيد راح تلاقي فيها أبحاث كثيرة. تمام، احنا حاولنا نجمع لك اياها زي هيك، لكن برجع باكد عليك مره ثانيه انه انت ايش تستخدم الاوبن دوار، الاوبن دايركتوري اوف اوبن اكسس ريبوزيتوريز. هذا فعليا انت بتدور في كل المستودعات اللي في العالم، فبالتالي انه بيسهل عليك، ومن ضمنها الابحاث او المستودعات اللي فيها ابحاث باللغه العربيه كذلك. في سؤال يعني بصراحة دكتور، أنت يعني خلال التوضيح أو الشرح اللي بتقدمه، يعني أنت تجيب عليه الأخت هديل هديل ميط، بتتكلم إنه ألا يكفي كباحث أن أستخدم الباحث العلمي، أعتقد إنه قصدها جوجل سكولر، موجود عليه كتب وأبحاث ورسائل ماستر كل شيء. أخت هديل، الدكتور يعني قاعد بيوضح، أنا بصراحة إحنا جميعاً بنستخدم واستخدمنا الجوجل سكولر، وهو له فوائد كثيرة الصراحة، وبنقدر نوصل لمراجع من خلاله، لكن المصادر اللي الدكتور بيطرحها بعتقد هي أكثر عمقاً في الوصول إلى وأكثر تركيزاً. يعني خلينا نتكلم نقطة التركيز، يعني أنت لما تروحي على مجلة مثلاً من خلال الأوبن دوار، مثلاً تروحي على مستودع رقمي معين وتبحثي من في خصائص متقدمة للبحث زي ما أشار الدكتور، أكيد راح توصل إلى المعلومة بشكل أكثر سلاسة وأكثر، يعني توصل للمصدر أو للمرجع اللي أنت محتاجاه بالفعل في دراستك أفضل من جوجل. وكذلك لو أنه أنت بتستخدمي مثلاً موقع لمجلة، مثلاً أنت بتبحثي في باحثة في مجال التربية مثلاً، ورحت على موقع مجلة الجامعة الإسلامية في التربية، فأكيد آلية البحث بتستفيدي أكثر لما تروح على جوجل، اللي هو جوجل بيجمع كل شيء. هذا ما بمنع أنه استخدام جوجل مفيد في مرحلة معينة للباحثين، بس من باب خبرة بصراحة، من باب خبرة ومن باب إحنا تجارب زملائنا وتجارب الطلبة، لا، البحث في قواعد البيانات بيكون أفضل وبتصل إلى المعلومة بشكل أفضل، لأنه بالنهاية أنت ما بدك مرجع وخلاص. أنا ما بعتقد أنه الطالب بده مرجع وخلاص، لا، بده مرجع related، يعني يكون في بالفعل علاقة مباشرة مع موضوع البحث، الريسيرش توبيك اللي هو بيشتغل عليه، وهذا هو الأساس يعني، وإلا المراجع كثيرة يعني. فهذا الدكتور يعني ما شاء الله دكتور صراحة جهد طيب في المكتبة، مجموعة كبيرة جدا. أكون صريح معك، أنا زميل يعني لحضرتك بالجامعة، وأول مرة قد أكون أطلع على هيك كمان حسب الدولة ومصادر يعني متنوعة. فكتير بصراحة في مرونة حتى في البحث، ممكن توصل لمصادر مختلفة. هي مستودعات رقمية للجامعات الفلسطينية، أنا شايف دكتور مستودع الاي جي سبيس، مستودع جامعة فلسطين قصة مفتوحة، يعني صحيح. يعني تخيلي أخت هديل والكلام لجميع المتابعين، حجم المعلومات وحجم المعارف المستودع. دكتور الفكرة من فكرة المستودع الرقمي، يعني بعض الطلاب ممكن الآن يقول لك أوكي إيش المستودع هو بالأساس، إيش الفكرة يا دكتور من مستودع رقمي، إيش أهمية وجود مستودع رقمي للجامعة الإسلامية للجامعات الفلسطينية؟ وأنا فهمت إنه إن شاء الله في خطوات حتى متقدمة الآن في مشروع جديد للجامعة الإسلامية بديره الدكتور راوي عوض الله، إنه يكون فيه هناك يعني خارطة طريق وطنية لإدارة المخرجات البحثية. نعم. إيش أهمية وجود مستودع وإيش هو المستودع دكتور؟ أوكي، يعني قبل ما أجاوب على إيش هو المستودع، بدي أكد على الكلام اللي حضرتك حكيته بخصوص إنه أنا أبحث في جوجل سكولر أو الباحث العلمي تبع جوجل، ولا أدور في المصادر اللي إحنا أشرنا لإلها. حابب أنوه يعني إنه يعني تعزيزا للكلام اللي تفضلت فيه، إنه يعني عن خبرة وعن تجربة، إنه كثير من الباحثين إنه لا، البحث في المصادر هذه إنه ممكن يعطيني النتائج أدق، لأنه السبب في ذلك إنه لسه فهرسة جوجل للأبحاث المنشورة باللغة العربية، خاصة إنه في الإنجليزية ما في مشكلة، يعني أكيد الجوجل سكولر إنه ممكن إنه هو يجيب لي نتائج كثير ممتازة، لكن في المصادر العربية لسه في شوية تأخير للأسف.
في آلية فهرسة الأبحاث المنشورة باللغة العربية. لكن هذا إن شاء الله يعني الجاب إنه أو الفجوة إنه بتزيل مع الوقت باستمرار يعني في هذا الإطار. فبالتالي أكيد البحث في المستودعات بيساهم بهاي الشغلة. الشغلة الثانية اللي حابب أنوه لإلها البحث في مستودعات مخصصة في دول معينة ممكن إنه تعطيني خصوصية معينة. يعني على سبيل المثال أنا بدي أعمل دراسة بيئية مثلاً على سبيل المثال في الجزائر. طبعاً طبيعة الجزائر فيها يعني ما شاء الله يعني فيها الصحراء وفيها الجبال وفيها الأنهار وفيها الغابات وفيها كل الأمور هذه. فبالتالي إنه أنا بتوقع إنه المستودعات الرقمية الموجودة في الجزائر هي اللي بتديني بشكل مخصص ممكن أنه ألاقي فيها بشكل كبير، لأن هم الباحثين اللي بيكونوا موجودين هناك هم اللي بيعملوا الدراسات البيئية وأكيد حيعملوا إيداع للأبحاث هذه في المستودعات اللي في الجامعات الجزائرية. فهيك أنه أنا بصير بفكر بالطريقة هذه، أنا والله بدي أعمل دراسة متعلقة مثلا بمصر، مثلا بوضع التعليم في مصر. فبالتالي وضع التعليم في مصر من وين أنه أنا حجيب مصادر؟ أكيد ممكن ألاقي بسهولة أكثر في المستودعات الرقمية اللي موجودة في مصر. زي هيك أنه أنا بدي أفكر. الآن شو هو المستودع الرقمي؟ المستودع الرقمي هو عبارة عن مستودع بيتم إيداع الأبحاث العلمية فيه. يعني الباحث انه هو بعد ما انه يتم نشر البحث او حتى قبل ما ينشر البحث في نسخه خاصه بسموها نسخه ما قبل البحث، انه ممكن يتيح على الباحثين الاخرين بعمل ايداع للبحث هذا في المستودع. ايش ميزة المستودع؟ المستودع هو عباره عن وعاء للابحاث العلميه بيسهل البحث فيها، ومش بيسهل البحث فيها، بيسهل ايجاد الابحاث العلميه فيها. فبالتالي ممكن فهرستها من محركات البحث بشكل سهل جدا جدا. فبالتالي بنعزز مفهوم انه هي بتصير انه findable و accessible، يعني ممكن ايجادها بسهولة على الانترنت وممكن الوصول لها على الانترنت بشكل سلس جدا. فبالتالي المستودعات في توجه لها بشكل كبير انه هي المخرجات البحثية لها تعتبر انه هي وعاء لها او بوتقة لها تحصل كل ناتج البحث. يعني عندنا في الجامعة الإسلامية المستودع تبع مشروع رومر، يعني الإخوة مشكورين عنده مجهود جبار جدا جدا. فبالتالي صارت كل الأبحاث الخارجة من الجامعة الإسلامية موجودة في بوتقة واحدة في المستودع. وزي ما تفضلت يعني الآن في تطلع بيكون في عنا مستودع رقمي وطني بيجمع كل الأبحاث الناتجة من الجامعات الفلسطينية. فهاي هذا هو باختصار مفهوم المستودع الرقمي. يجدر الإشارة أنه مستودع الجامعة الإسلامية الـ IU Space يمكن للطلبة أنه يعني يحاولوا أنهم يستكشفوا إمكانياته من خلال الدخول للرابط iugspace.iugaza.edu.br. إذا بتسمح لي، أوكي يعني أنا ممكن. أوكي تمام، ممتاز دكتور. ها تمام. يبدو انه في اشكاليه. في اشكاليه في الموقع. في سؤال دكتور من بشار بيتحدث عن بصراحه محرك البحث الروسي ساي هاب يا دكتور، فما بعرف اذا في عندك اي تعليق يا دكتور. شو طبيعه السؤال يعني شو وضع محرك البحث الروسي ساي هاب؟ يعني كانه هل انت بتنصح في استخدامه؟ هل هذا السؤال هو هيك بشار؟ تقدر تكتب لنا على التعليقات اذا حابب انه مزيد من التفاصيل على الموضوع. اوكي for those who don't know، لأولئك الذين لا يعرفون الساي هاب يعني من باب المعرفة، إنه هو عبارة عن ويب سايت ممكن من خلاله يعني هو غير قانوني، ممكن من خلاله الباحثين انه بيدخل رقم الباحث او العنوان تبعه
وبروح بجيب له إياه من المصدر تبعه وهو بيستخدم للأبحاث المدفوعة. تمام؟ يعني هذا هو باختصار يعني ساي هاب، وباكد انه هو يعني طريقه الوصول للابحاث هذه غير شرعيه. يعني يعني بالنسبه لك انه انت بدك تستخدمه او ما بدك تستخدمه كطالب دراسات عليا، انا بتوقع انه في مصادر كتير كتير بديله للوصول للأوراق العلمية وللأبحاث. يعني حتى إحنا يعني في وقت من الأوقات ممكن إنه في بحث معين ما قدرنا إنه إحنا نصل له بشكل مجاني، ما موجود منه نسخة بريبرنت ما قبل الطباعة أو ما قبل النشر موجودة في مستودع معين، والمؤلف مش حاطها في مكان معين. في الأخير ممكن نحن نرجع إنه إحنا نعمل كونتاكت مع الأوثر أو نتصل نبعث له إيميل ونحكي له إنه إحنا انترستد في البحث تبعك. وأغلب الباحثين معظمهم بلا استثناء يعني بيرحب إنه هو يشارك البحث تبعه ويرسل لك نسخة منه، لأنه هو بيساعده إنه حدا يقرأ البحث تبعه ويعمل له citation يعني إذا كان إنه أنت فعلاً إنه كان مفيد بالنسبة لإلك. فبالتالي يعني في طرق عديدة إنه يعني بديلة إنه أنت ممكن تصل للأبحاث تبعتك. يعني ما بتصور إنه اليوم إنه ممكن يكون في عجز إنه أنت تصل لمصادر معينة بسبب القيود إنه هي أبحاث ما يعني موجودة في مجلات باشتراك أو ما شابه. يعني هو بصراحة دكتور، إحنا للأخ بشار ولجميع المتابعين، إحنا خلال هذا البرنامج التدريبي كتير كنا حريصين إنه نؤكد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي. نعم. وجزء مهم من الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي حفظ الحقوق. إحنا في محاضرات تكلمنا على إعادة الصياغة، وكان هدفنا من محاضرة إعادة الصياغة إنه نحفظ حقوق الباحثين الآخرين. يعني ما بصح إنه أنا يكون عندي بين قوسين تشابهات، أو يعني التسمية اللي بتعرف دكتور بندلعها شوية تشابهات والسرقة العلمية. يعني من خلال بعض التكنيكس أو بعض من الخبرات اللي موجودة لدى باحثين الجامعة السامية، كانت محاضرة مع الدكتور سفيان تايب بالتأكيد. الآن يعني بشكل ألطف أكثر يكون في عنا نزاهة أكاديمية. يعني النزاهة الأكاديمية الآن الساي هاب صراحة أنا بشوف بعض الطلبة من هان أو من هان، حتى بعض الباحثين بيحاولهم يستغلوا هذا الموقع اللي هو بيصل إلى المعلومات بطريقة غير شرعية وغير أخلاقية. احنا خلينا نتكلم غير اخلاقيه، ما بندخل شرعيه مش شرعيه، لا احنا بنتكلم على اخلاقيات البحث العلمي اللي تم التاكيد فيها في تقريبا جميع المحاضرات. غير شرعيه، غير شرعيه مقصود فيها انه ضد القانون، يعني خارج القانون. نعم. وهي خلاف الاخلاق. فالدكتور اشار، حضرتك دكتور اشارت لنقطه جدا مهمه، انه الان من خلال بعض التجمعات الخاصه في الباحثين اكاديميا، من خلال الريسيرش جيت الار جي، او حتى من خلال الحصول على عناوين الباحثين. يعني انا شخصيا كان لي تجارب انه بتبعت ايميل لباحث بيكون انت مهتم في دراسته بيبعث لك اياها وذات ست. يعني انه الباحثين ما في عندهم مشكله، يعني حتى الباحث لو كان منشور في مجله، المجله بتسمح يتم توفيره بشكل شخصي من باحث لاخر. فانا بنصح الطلبه بصراحه انه لا، قد ما نقدر نلتزم بالاخلاقيات اللي احنا تعلمنا عليها. اثنين، في مصادر مشروعه كثيره يمكن انك توصل لهذه الابحاث من خلال تواصل مباشر مع الباحثين. لو رحت على صفحته على ريسيرش جيت وانا هذه عملتها اكثر من مره وطلبت انت الدراسه منه، فاكيد 100% راح يبعث لك وذ بليجر وراح يبعث لك اياها وما في مشكله. فهذا هو من باب بشكره فيه بيتكلم بشار. اوكي، يعني ما حدش مش حيشكر، يعني حاجه مجانيه وبتتوفر بشكل، يعني الضغط الزر بتجيب الدراسه اللي حقها كذا في مكان اخر. لكن انا بكلامك دكتور بصراحه كلام جدا مهم، انه الالتزام بالاخلاقيات هو الاساس، واتباع الطرق الرسميه والطرق الشرعيه والاخلاقيه في الوصول الى المعرفه. دكتور احنا بنكون هيك، هل من كلمه دكتور اخيره اذا حابب يعني يكون كلمه اخيره من حضرتك للطلبه؟ فتفضل دكتور.
في الحقيقة أنا بتمنى أنه يكون هذا اللقاء التدريبي مفيد جدا جدا للطلبة، وأنه أحدث تغيير في التفكير تبعهم على الأقل. أنه يعني أنا بتمنى أنه أنا يعني أنه يكون في طلبة دراسات عليا أنه يفكروا بطريقة مختلفة، وفعلا أنه تكون الأبحاث والدراسات تبعتهم أنه تكون مفيدة للبيئة المحلية تبعتنا بالطرق بالخيوط أو يعني بالمصادر اللي احنا اعطيناهم اياها، بحيث انه هو يدور على شغله اوبن سورس ويحاول انه هو يبني عليها ويطور عليها ويرجع ينشرها كمان مره، فبالتالي بتكون انه يعني مفيد انه اكتسب خبره وعمل الدراسه تبعته وحصل الدرجه، بالاضافه انه فاد البيئه المحليه سواء كانت في معالجه المياه او سواء كانت في مصادر الطاقه البديله، سواء كان في مجال الأدوية أو يعني الطب والأعشاب وكل هذه الأمور. ف يعني بتمنى إنه فعلاً إنه يتغير التفكير، وبدل ما إنه تكون رسالة بس مجرد رسالة وتنحط على الرف، إنه تكون لا مفيدة. أنت عامل وعامل، رجاء نخليها مفيدة وفائدتها يصير أثرها يعني يمتد لآخرين، وكذلك إنه لا يعني يكون إشي بعدك إنه يكون كتير له أثر ومفيد يعني. وأنا كذلك بتمنى إنه تكون المحاضرة مفيدة جدا جدا للجميع، يعني أنا أحاول قدر الإمكان إنه يعني بس يعني نشعل الضوء هنا أو هنا في مناطق إنه بتكون غايبة عن 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 طلبة الدراسات العليا. بتمنى فعلا إنه تكون مفيدة المحاضرة يعني. صراحة دكتور إحنا التعليقات اللي وصلت من الطلبة، وكثير يعني الطلبة بيتشكروك على هذه المعلومات. بصراحة دكتور مجموعة من المفاهيم ومجموعة من الأفكار اللي أنت قدمتها، بصراحة قد يكون الطالب في مرحلة معينة بيحتاجها، لكن غياب المعلومة بالنسبة له بيكون في إشكالية، بيعمل جاب عنده، وهذا هو الفكرة الأساسية من وجود التدريب ووجود حضرتك دكتور معنا، إنه إحنا نوصل هذه المعارف بطريقة سلسة للطلبة. احنا دكتور بنشكرك كمان مره، طلابتنا الاعزاء باسمكم جميعا بنتشكر الدكتور معتز سعد، استاذ مساعد في كليه تكنولوجيا المعلومات في الجامعه الاسلاميه، رئيس مركز التميز والتعليم الالكتروني كذلك في الجامعه الاسلاميه، على هذه المحاضره القيمه والرائعه وهذه الاضاءات. انا باقتبس من كلام محمد النبهين، بيتكلم اضاءات مميزه، فعلى هذه الاضاءات الله يبارك فيكم. ان شاء الله رب العالمين نراكم يوم الاحد القادم. محاضره راح تكون حول قواعد النشر الاي اس اي الويب اوف ساينس وسكوباس، راح نتعرف فيها على امور جيده فيما يتعلق بالمجالات العلميه وبعض التعريفات وبعض المفاهيم اللي بيحتاجها الطلبه يكونوا على اطلاع عليها. إلى ذلك الحين إن شاء الله رب العالمين نتشكركم جميعا على حضوركم، وتقبلوا تحيات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الإسلامية، وتحيات مجتمع البحث العلمي، وتحيات الدكتور معتز سعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم، يعطيك العافية، السلام عليكم.